بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم ويوم جديد من البريمو. النهارده هنكون معاكم وتغطيه كل الاخبار الخاصه بالكره المصريه وايضا الدوري الممتاز. النهارده كان في عده مباريات، هنقول لحضراتكم نتائجهم والشكل الفني للقاءات دي كلها، وبالتالي هنكون معاكم ان شاء الله من خلال كمان اخبار البريمو. خلينا ان شاء الله من خلال الحلقه نبتدي باهم اخبار. طيب خلينا نبتدي معاكم الحلقة، والحقيقة يعني الواحد مستغرب من حال الكورة في مصر. اللي بتشوفه في مصر وفي الكورة في مصر واللي بيحصل فيه ما بتشوفوش في أي دوري ولا أي دولة في العالم بيحصل فيها في كرة القدم الشكل اللي احنا فيه. لما يكون أكبر ناديين في الوطن العربي وفي مصر موجودين دايما في حالة، يعني مش عايز أقول يعني شجار وتنازع وتقديم شكاوي ما بينهم وما بين بعض. الاهلاويه هيجي يقول ما انت الزمالك هو اللي بيبتدي، الزمالكاوي يجي يقول لك طب ما اصل في لعيب بيشتم وبيضايق جمهور الزمالك. نقطه هنا غريبه جدا جدا في حال الكوره في مصر، في النقطه دي لما نكون فعلا ناديين كبار واكبر ناديين في مصر يفضل الحال ان انا بعمل شكوى ثم النادي التاني بيرد عليه بشكوى، كل واحد ليه اسبابه، ولكن لغايه امتى هيحصل الموضوع ده؟ احنا بقالنا فتره في الحاله دي بين الناديين الكبار، والحقيقه حاجه بتحزن. بعيد عن كره القدم، الاهلي بيكسب الزمالك، الزمالك بيكسب الاهلي، الاهلي بياخد الدوري، الزمالك بياخد الدوري، لكن الحاله دي نفسها اللي ممكن بتبقى فيها عمليه احتقان للجمهورين لبعض دي حاله مش حلوه. احنا في دوامه في المنطقه دي وفي الشغل ده وفي الحاله دي، اعتقد قدام ومع الوقت لو فضل الامور بالشكل ده او يعني بحاله الشكاوي ما بين الناديين، يعني العواقب مش هتبقى حلو. من وجهة نظري الشخصية يعني العواقب مش هتبقى حلو. نادي الزمالك بيعمل شكوى ضد الكهرباء، وبيطلع الرئيس النادي بيتكلم في مؤتمر صحفي بيتكلم على كهرباء وانا هيقدم شكوى فيه، وقدم نادي الزمالك طبعا من خلال قرار مجلس إدارة بالإجماع لنادي الزمالك. على الجانب الآخر نادي الأهلي طبعا اللعيب بتاعه بيدافع عنه، بيشوف بعض الأمور بيتم تداولها على الكهرباء بشكل غير لائق، وبالتالي برضو بيقدم شكوى ضد رئيس نادي الزمالك والكلام اللي حصل من خلال المؤتمر الصحفي الخاص به، وفي نفس الوقت ما قيل عن مجلس إدارة النادي الأهلي وكلام من هذا القبيل. بقالنا فترة كبيرة جدا في هذا الوضع، سواء بقى من نادي الزمالك بشكاوي أو النادي الأهلي بشكاوي. لغاية إمتى هو ده حال الكرة في مصر؟ ما شفتش الإنتر ولا الميلان في ايطاليا بيعملوا كده، ما شفتش الهلال ولا النصر بيعملوا كده، ما شفتش في تونس الترجي ولا الانديه الكبيره في تونس ممكن يكونوا بيعملوا كده. كل الانديه بتتنافس تنافس شريف بدون الخوض في ان احنا ممكن نخش في صراعات ممكن تكون اعلاميه، حاجه يعني غريبه جدا جدا. وزي ما بقول لكم البعض الاهلاويه يقول لك انت ما تتكلم على نادي الزمالك اللي ابتدى الاول، الزمالكاوي يقول لك برضه اتكلم على النادي الاهلي اللي بيبتدي من خلال اللعيبه اللي عنده او بعض التصرفات عند لاعب. ممكن اللاعب مبسوط ما فرحان وبالتالي بيبتدي يعني يخرج عن النص ممكن بطريقه ممكن يكون هو مش قصيده، ولكن في الاخر الموضوع مش موضوع ده بس، مش موضوع النهارده ولا مباراه الامس ولا فرحه كهربا ولا لا، الموضوع بقى له فتره احنا في هذه الدايره. اتمنى انها تنتهي، ما اعرفش تنتهي ازاي، محاولات موجوده دائما ليه ان الكره في مصر تبقى معدوله في كل شيء، سواء بقى في المؤسسات، سواء في التحكيم، سواء في اختيارات
المديرين الفنيين سواء في التنظيم البطولة والمسابقات، حاجات كتير جدا متلخبطة. أتمنى أنها تكون في القريب العاجل يعني تتعدل. لكن طبعا لما بنتكلم على الناديين الكبار، هم أساس كرة القدم في مصر. الأهلي والزمالك هم أساس كرة القدم في مصر، وبالتالي اللي بيحصل من خلال الشكاوي والمستمرة بقالها فترة، والبيانات من هنا وهنا بقالها فترة، ده شايفه مش في صالح الكرة في مصر، ومش في صالح الناديين، ومش في صالح الجماهير سواء بقى الأهلي أو الزمالك، ومش في صالح إن إحنا بنقول إحنا عايزين جماهير تخش في يوم من الأيام بعدد أكبر من اللي إحنا شايفينه، وفي بوادر بتقول كده إن إحنا إن شاء الله العدد يخش. لكن بالمنطق ده وباللي إحنا بنشوفه ده، أعتقد إن هيبقى صعب جدا إن يبقى في عدد زيادة لجماهير الأهلي والزمالك، لأن هم أكبر ناديين بلا شك في الوطن العربي وفي نفس الوقت في أفريقيا وفي مصر. وبالتالي يعني نتمنى أن الأمور ما تمشيش بالشكل ده باستمرار، يعني ما تمشيش بالشكل ده باستمرار. وزي ما بقول لكم، حدش يقول لي روح بص على نادي الزمالك والتاني يقول لي روح بص على النادي الأهلي. أتمنى ما يبقاش الموضوع يتاخذ بالشكل ده. احنا عايزين المصلحة العامة، كرة في مصر، الناديين الكبار هيفضلوا ناديين كبار، ولكن في الملعب كل واحد يركز في ملعبه وكل واحد يركز في نادي. خلينا نروح لواحد من نجوم نادي الزمالك السابقين، كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، وطبعا اكلمه على ماتش الاهلي والزمالك، رايه في مباراه الاهلي والزمالك والفوز لنادي الاهلي، وبكره في مباراه مهمه لنادي الزمالك امام غزل المحله، هتكون ان شاء الله الساعه 5. كابتن محمد تحياتي ليك. كابتن فاروز ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ طيب مبارك ابو كابتن، انت طيب وبخير؟ الله يخليك بخير. خلينا نبتدي بماتش الاخير يا كابتن. يعني انا عارف حضرتك طبعا يعني اكيد التعليق الخاص بماتش الاهلي والزمالك انتهى من ايام، ولكن ما زال طبعا انك لسه الصدى بتاع المباراه والهزيمه نادي الزمالك موجوده حتى الان، منها هل هيتم الاستغناء عن فريرا، هل ايه الامور اللي بتقف قدام مجلس الاداره في الوقت الحالي عشان يتعدل الموقف والشكل الخاص للفريق. حاجات كتير جدا بتدار او بتدار داخل افكار واذهان جماهير نادي الزمالك في الوقت الحالي في المستقبل الخاص به في الدوري الممتاز والبطولات المشترك فيها نادي الزمالك. رايك في الماتش يا كابتن، وايه اللي ممكن يكون بيحصل في الفتره اللي جايه عشان نادي الزمالك يعني يروح للمسار ويعود للمسار مره اخرى؟ شوف كفاروق، اول اثناء المباراه للدقيقه 60 لا الاهلي ولا الزمالك حد يكسب فيهم، ولكن بداية من تغيير فريرة لعمر جابر والمسلوسي يطلع، حصل فيه فجوة دفاعية. بعد ما كان الزمالك ضاغط على النادي الاهلي في نص ملعبه، اتحولت الدفة لزمالك بلا دفاع، ووصلوا للجون 3-4 مرات وجابوا 3 اجوان. ولكن عايز اقول حاجة، اتفضل. هو نادي الزمالك من اسوان وفي مشاكل فنية إدارية حاطت بالفريق إلى نهاية الخروج من الكاس، فجماهير والإدارة الصبر نفد عندها، فقالوا إن ماتش الأهلي هو ممكن يكون نقطة التحول من لعيبة الزمالك أولا والجهاز الفني، لأن كل الحاجات المترتبة للمباراة كانت ماشيه بشيء جيد يعني. ولكن انا كان حتى انا اتكلمت كفاروق قبل المباراه، قلت ان لعيبه الزمالك المفروض انها تدي انطباع غير اللي كانت بيراميدز للجماهير اللي ماشيه وراهم في كل حته، يبقى مردود على الاقل روح يلعبوا بيها. وده كان موجود يا كابتن ولا لا مش موجود؟ لا ما كانش موجود يا كفاروق. لا ما كانش موجود. خلي بالك زي ما قلت لحضرتك، ال 60 دقيقة لا لعب ولا روح ولا واستسلام في ان المباراة يا رب تطلع كده. ولكن عدم الاستعانة بالدكة اثناء المباراة ما قدرش يتعامل مع فريرة، ودي بقى له فترة يعني الحظ بيخونه، وعدم التفكير الجيد، عدم التغييرات الجيدة في البوزيشن الاصلي بتاعك. ادى انطباع للناس خلاص ان الراجل ده يا اما بيعاندنا يا اما هو متعنت جدا في ارائه. مش عايز اتكلم على موضوع اسامه نبيه، لكن عايز اقول ان حتى المدير الفني
اثناء ما هو متغيب في بعض الاوقات، في بعض الاوقات لازم على اللعيبه ان تثبت عكس كده. ساعات يا كابتن فاروق بيقول لك في ناس اللعيبه بتلعب من غير تكتيك او من غير مدرب. بتفق معاك في الحته دي يا كابتن، اللاعبين عليها دور، خصوصا اللعيبه الكبيره كمان، ان هو وقت ما تبقى في مشكله في الملعب دورهم مهم عشان يلموا الفريق داخل الملعب في اثناء مثلا الاهلي بيتقدم واحد، لكن انت ما شفتش كده خالص من لعيبه نادي الزمالك الحقيقه. دي حقيقه، ولكن انا بقول لحضرتك من اسوان زي ما قلت لحضرتك اوضه اللبس فيها مشاكل كتير جدا، ويمكن الراجل ما يعرفش عنها حاجه. ده وجهه نظر انا الشخصيه. تمام. اللي هي بتبان في الملعب زي ما حضرتك بتقول كده، ما فيش قائد. ما فيش حد يقدر يهدي الريتم، يعلي الريتم اثناء المباراه. ولا واحد، كل واحد حاسس بنفسه بس، او بيقول لك يا رب العب كويس عشان الناس ايه تتكلم عليا كويس. وبالتالي فتره كبيره جدا ما شفناش زيزو، فتره كبيره جدا ما شفناش مثلا عبد الغني، فتره كبيره جدا تغيب عننا نيمار ويوسف نبيل، لان هم انا وجهه نظر ليهم طفره كبيره جدا في الملعب، وبيغيروا بعض الشيء من النتيجه. التغييرات مش في وقتها ومش لازم، يعني هتوقعنا ان لازم يغير بين الشوطين للتعديل يعني. اوكي. بالتالي اتغير بقى في الدقيقه 60، هو بقت الناس حافظه، حتى في الدقيقه 60 هينزل فلان وشيكابالا وعمر، ايا كان مين هينزل، بس في 60. بس المره دي التغييرات يعني كانت غريبه شويه يا كابتن، يعني ما هي دي اساس هزيمه الزمالك. ده حقيقي. يعني انا بقول ان عبد الشافي ما قصرش، المسلوسي ما قصرش حتى من ناحيه دفاعيه، ولكن تغيير الاثنين والتعديل في خط الدفاع بالزناري وعمر جابر، توقعنا كلنا هيرجع تاني للطريقه الاصليه اللي هي الثلاثه او خمسه، يعني 3-2، ويدي حريه للباكين يهاجموا. ما حصلش، ولعب باربعه وتمزقنا الخطوط الدفاعيه بتاعت الزمالك، تمزقت تماما قدام قله الهجوم الاهلي، فحصل ثغرات. طيب. لان محمد عبد الغني ما بيعرفش يغطي. صحيح. انت سير دباك. صحيح 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 يا كابتن. طيب يعني كابتن، اللي حصل في وقت ده في وقت قليل جدا جدا، ما كانش حد يتصور النتيجه تبقى كده. يعني بالشكل اللي حضرتك شفته والتغييرات حضرتك بتتكلم عليها، تحمل المسؤوليه بالكامل يكون لفريرا، ولا في جزء منه اللاعبين زي ما انت اتكلمت كده في حته الروح يا كابتن؟ لا انا بتكلم محمد فاروق النجم حبيبي يا كابتن. يعني احنا في الملعب بنوضح للجمهور راي كابتن محمد صلاح برضه في النقطه دي. لا انا بقول لك، ما انا بقول لحضرتك خلي بالك الجمهور فاهم كل حاجه. لكن ما تجيش تقول لي مثلا الخطه مش مناسبه، فانا مش هقدر اتعامل معاه في الملعب. لا، انت لعيبه كبيره، ونادي الزمالك جايب لعيبه كبيره. فلازم يتعامل معاه حتى لو من بره. لكن الوقت ما اسعفش، لا مش ما خدش، ما ياخدش مني وقت كبير زي 60 دقيقة. ليه هجمه واحده في 60 دقيقة وعايز اكسب؟ غير معقول يا كابتن فاروق. وبقول لحضرتك يعني الموقف كله انا بقول في الروح بتاعة اللعيبة. سامعني؟ انا سامعك طبعا يا كابتن، فاهم حضرتك. فاهم حضرتك طبعا. فهي القصة كلها التعديل من جوه الملعب. الروح مش موجوده من جوه الملعب. حتى لما شيكابالا نزل يا كابتن، يعني الروح دي ما رجعتش، بتشوفها برضو برغم ان شيكابالا دايما لما بيكون موجود وبينزل بيرجع جزء من ده لو كان مفقود. شوف يعني شيكابالا ما لحقش اولا، لان انا هقول لك على حاجه، شيكابالا نازل يلعب ايه؟ وينج رايت ولا زيزو راس حربه ولا راسين حربه ولا الناحيه الثانيه يوسف؟ انا مش عارفين. فممكن يكون اللعيب مش واخد تعليمات معلنه او يعني باينه قوي في الملعب. لان حتى التغييرات بقول لحضرتك عليها، عمر جابر لعب ايه؟ اعتقد في نص الملعب. نص الملعب انا ناحيه اليمين. انت شلت السيسي رغم ان هو مش احسن واحد في نص الملعب، لكن من الناحيه التكتيكيه كان قافل الحته بتاعت معلول وعبد القادر. رحت انت مفضي نص الملعب خالص. اللي كان بيجاهد، اللي كان بيجاهد وبيجتهد هو عاشور بس. وبعديه دونجا. لكن لما تيجي تقول لي طلع نجم في المباراه للزمالك، يقول لك ما فيش ولا واحد. ما فيش.
طيب الكابتن صلاح ما بعد اللقاء واجتماع مجلس اداره وفكره ان بدي فرصه لغايه نهايه الدور الاول، هل حضرتك تحبس كده ولا كنت يعني والله تشوف ان القرار يتخذ في الوقت ده؟ انا شايفها ناحيه من ناحيه الذكاء، ان انت ما عندكش وقت تتغير دلوقتي لان هيلعب بكره. صحيح. ولكن انا بقول لك اهو، لو النتائج استمرت كده فيريرا قبل الدور الاولاني، في الدور الاولاني هيمشي. لانك انت لازم تعمل حساباتك، المدرب واللعيبه هل في توافق دلوقتي بين الاثنين اقدر استحمل فتره كبيره؟ عشان لو خسرت او اتعادلت والفرق وسع يرجع تاني؟ فدي حكمه من مجلس الاداره، ان رغم ان كل الناس كانت متوقعه ان الاستاذ مرتضى هيكل الجهاز. ولكن هي ممكن تكون حكمه مؤقته. يعني شايف ان يعني بالنسبه لمجلس اداره نادي الزمالك وبالاخص المستشار مرتضى منصور، نعم، ان هو المره دي تعامل مع الموقف بشكل مختلف عن قبل كده مع فيريرا بالذات كمان، على الاقل ما فيهوش تسرع وبعقلانيه لضيق الوقت. وممكن اللي انا بقول لحضرتك عليه دلوقتي، ممكن اللعيبه بقى يبقى عليها الدور الاكبر في انتشال الزمالك من الموقعات دي، محل اكسب مش عارف ايه اكسب، ممكن ارجع تاني حتى لو احافظ على الثمان نقاط تحسبا ان الاهلي ممكن يتعادل او يخسر في اي وقت. هو واحد الدوري شغال طبعا وطويل. لكن انا مش مستحمل تاني ضيع من النقاط يا كابتن فاروق. طيب انا ما سمعتش يعني بعد الماتش ان في قرار مثلا للاعبين اللي حضرتك بتتكلم ان هم يعني لا يعني قرار خاص مثلا بخصومات، قرار خاص بوقف مستحقات، يعني شايف ان ده برضه حصل يا كابتن؟ حصل ايقاف كل المستحقات وال وده كان قبل كده كمان يا كابتن، مش ماتش ده بالذات، كان من قبل كده. ده اكتر بقى، لان كان مديانهم فرصه ان هم يصلحوا الوضع في ماتش الاهلي. حاجه يعني الامور الخاصه بلعيبه نادي الزمالك هو علامه استفهام كبيره في المجهود مثلا بتاع زيزو، المجهود بتاع امام عاشور، ان هو مش بنفس الكم ما يعني زي قبل كده يا كابتن. ودي برضه طب انا بسال بقى بسال، هل موجود في العقد ان دول ما يطلعوش؟ يعني ما غيروش؟ حلوين وحشين اخليهم في الملعب؟ حصل كده مره مع اوباما وبقى له 3 سنين مش قادر يقف، والناس اتهمته ان مستواه قل، لكن كان جروس خلص عليه بان كويس وحش بيلعبوا كل الماتشات. لكن انا لازم ادي فرصه لزيزو وعاشور يرتاحوا شويه، يشتاقوا للكوره، يرجعوا لمستواهم تاني الطبيعي. ايوه بس مين يا كابتن؟ ممكن يعني خلي بالك يا كابتن محمد، احنا بنتكلم كوره حتى الان، الاثنين دول هما الرئه اللي ممكن تخلي نادي الزمالك تتنفس في الجزء الهجومي. مين اللي ممكن يكون معاك؟ بس انت ما جربتش حد تاني يا روى. ما جربت يعني، احنا بنقول ايه؟ اسامه نبيه ونوار بيعملوا طفره حتى لو بسيطه. لكن انا بتكلم مش بستغنى عن عاشور وزيزو، انا بريحهم شويه، ممكن ينزلوا يغيروا نتيجه المباراه ترجع الثقه ليهم تاني. فاهمك يا كابتن. طيب لازم يبقى في تغيير روتيشن بين اللعيبه. ماتش بكره يا كابتن، ماتش بكره شايفه ازاي برضو؟ يعني المحله يعني بتلعب على ارضها، وفكره المحله برضو ان هم يعني الزمالك جاي من 4 ماتشات ممكن ما فيهاش نتائج جيده، وبالتالي عايز ينتهز هذه الفرصه. تشوف الماتش ازاي بكره يا كابتن قدام غزل؟ لا هو المحله هينتهز الفرصه لو حاله الزمالك لعبت الزمالك زي ماتش الاهلي. لان ملعب الاتحاد انا لعبت فيه، ملعب المحله ليه خصوصيه. صحيح. فرقه المحله من احسن 4 فرق في الدوري بتلعب روح، وخاصه في ملعبها. تمام. فانا لما ادي احال لفرقه المحله ان انا نفسيتي تعبانه وهو يستغلها، انا اروح اقف في البيت بقى. لكن هو مش ماتش مش سهل. مفهوم يا كابتن. الا لو الزمالك سهله على نفسه وجاب مثلا اول ربع ساعه جون وبعدين ابتدى يجيب الجون الثاني. لكن طول ما هي 0-0 هتلاقي ناس متعلقه فيك وعندها روح عاليه جدا وحافظه الملعب يا كابتن فاروق. صحيح يا كابتن. طب كابتن حتى الان الامور الخاصه بـ بـ بالحاجه للاعبين جدد في الانتقالات الشتويه لنادي الزمالك، شايفها الحاجه لاني مراكز بالظبط يا كابتن؟ راس حربه كويس قوي.
سيردي باك كويس قوي، حد في نص الملعب غير الثلاثه دول. سيردي باك كويس قوي يعني عوده محمود علاء او شبانه يا كابتن ولا حد غيرهم؟ يا ريت يا ريت الاثنين، لان ربنا يشفي الونش يعني هياخد فتره. هو المستشار مرتضى منصور قال لك 3 4 اسابيع بالونش هيرجع، يعني ده على حسب كلامه في المؤتمر. لو شهر عشان يرجع يبقى شهر مثلا شهر ونص او شهر، شوف هتلعب فيه كم ماتش، فلازم يكون علاء موجود او شبانه. واعتقد اعرب ممكن يرجع في يناير ممكن. تمام. لكن عايز اقول لك على حاجه يا كابتن فاروق. اتفضل يا كابتن. الزناري ده انا بقول لك سيردي باك قوي جدا. ولكن لازم يلعب على طول. خلي بالك هو لعب ولما اجاد قعد. فانا مش مستني بتشوف بتشوفها غريبه كابتن لما لعيب بيجيد ويقعد على الدكه ده بيبقى ايه؟ لما لعيب بيجيد في الملعب وبعد كده انا شفت اسامه يوسف اسامه نبيه كان بيحرز اهداف. والطبيعي في الكوره واحنا عارفين انك لما بتجيب جول خصوصا لما يكون فرود بتدي له بقى يكمل الراجل يعني. قعد يوسف اسامه نبيه، انت بتقول لي برده زناري لما بيلعب وبيجيد بيقعد. بتشوف بقى ايه ليه فريرا بيفكر بالشكل ده؟ عندك 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 معلومه كابتن ليه بيعمل كده مثلا؟ انا بقول لك فريرا بيعمل ايه؟ بيعاند فينا يعني مثلا ايه؟ قال الناس كلها قالت مثلا ان محمد فاروق كويس او صلاح كويس. هو العند اللي جواه مش عارف يعني عند المين يروح مقعدك. لكن انا في الكوره يقول لك اللي تكسب بيه العب بيه. مظبوط. وهو ما عمل السنه اللي فاتت كده كابتن يعني اللعيبه اللي كان بيكسب بيها كان بيلعبها منهم يوسف ونيمار ما كانش عنده لعيبه كتير يا فاروق. الوضع السنه دي احسن له، احسن كتير عن السنه اللي فاتت كتير. يعني حتى في الاول كان في صدام ممكن ما يكونش باين. اللي هو ايه الصفقات؟ انا ما قلتش ده، ده جه مش عارف ايه، طه هو لعب اهو. يعني انا لا انسى موضوع الوردي، هو عمل قلق نفسي وفني وكل حاجه للوردي وما استحملوش، كل ما ياخد انذار يغيره، كل ما ياخد انذار يغيره. والوردي مش هو اللي هتقارن بطارق حامد. صحيح. لا ده حاجه ده حاجه. في الحقيقه في الحقيقه نادي الزمالك يا كابتن في الحقيقه نادي الزمالك يعني بغض النظر في لعيبه بتروح وتيجي، بس اشرف بن شاري ساب فراغ حتى الان انا من وجهه نظري الشخصيه. ساسي برضو كان ساب فراغ. طارق حامد ساب فراغ حتى الان. الثلاثه دول يا كابتن لغايه دلوقتي نادي الزمالك. انا معاك انا معاك والمقارنه حرام. لكن ادوا الناس دي فرصه تلعب كتير وبعدين احكم عليها. لكن ما تجيش انا احكم على محمد فاروق بيلعب 5 دقايق الاول وبعدين 7 دقايق. لا يلعب شوط وشوط ونص وماتش كمان كامل واثنين وثلاثه واحكم عليه عشان اقول ده كويس ولا وحش. مفهوم يا كابتن مفهوم. طيب في ناس مصابه مش عارف هي مصابه جايه مصابه ولا ما اتعملهاش فحوص طبيه ولا هي اتعورت اثناء التمرين. انت قصدك يا كابتن يعني على سامسونج نضاي. مش عارفين. مصطفى شلبي هل هو بمستوى ده يحق له ان يلعب في نادي الزمالك؟ هو الصراحه ده انا بقول لك الصراحه اللعيب ده كان كابتن وهو في ام بي كان في ام بي حاجه ثانيه خالص حقيقه. لو مش حابب نادي الزمالك يمشي، انا بقول لك اهو. لكن ما تلعبش على مضض بقى وتقعد مكشر لي ومش عارف يوم بتلعب ويوم لا. لا احنا جايبينك عشان تكسب النادي. والا هيبقى يوسف نبيه احسن منه وافيد منه. صحيح. طيب اخيرا كابتن، في حاله ان لو الامور يعني ما اتحسنتش مع فيريرا وفي تم اتخاذ قرار برحيله، بتشوف بقى الفتره اللي ما بعد كده مدير فني اجنبي ولا احد ابناء نادي الزمالك يبقى متواجد؟ لا شوف هو ابناء نادي الزمالك تحت امر النادي ايا كانوا هم، لكن زمالك لازم اجنبي. لان المصري مش هيستحمل لا سوشيال ميديا ولا جماهير ولا كلام ولا اي حاجه خالص. انا بكلمك بامانه. مع ان احنا عندنا ولا حتى كابتن محمد صلاح ولا حتى كابتن محمد صلاح. بص انا بقول لك قلت لك من الاول انا او غيري وفي غيري كتير. التلبيه بتاعت نادي الزمالك في ثانيه. مفهوم. حتى بتسمع مؤقت. بنوافق ليه؟ لان يعني عايزين النادي يمشي على خط مستقيم. ولكن انا بقول لك لازم اجنبي. تمام يا كابتن. كابتن محمد انا بشكرك، كابتننا الكبير ونجم مصر ونجم نادي الزمالك السابق،
واحد طبعا من الاعلام في كره القدم المصريه كابتن محمد صلاح، بشكره شكرا جزيلا. وكلامه عن ماتش بكره وكلامه عن نادي الزمالك وما يحدث في نادي الزمالك في الامور الفنيه، يعني كابتن صلاح ما اتكلمش في امور اداريه اكتر ما اتكلم في الامور الفنيه طبعا، لان هي الاهم لنادي الزمالك، منها اللاعبين وروحهم وعدم انعدام الروح او انعدام الروح في لاعبي نادي الزمالك شيء غريب جدا، خصوصا انك بتلعب ماتش كبير زي الاهلي وبالتالي الروح بتيجي لوحدها، لكن ما كانتش موجوده خالص عند لاعبي نادي الزمالك في الماتش بتاع امبارح، بالاضافه الى الماتشات اللي قبل كده كان برضو نفس الوضع بالنسبه للاعبي نادي الزمالك. وبالتالي ده اعتقد اهم حاجه في كره القدم وبالذات في الماتشات الكبيره، سواء بقى بتلعب يعني مين، لو عندك روح وامكانياتك على قدها هتقدر تتعامل مع الفريق اللي قدامك، لكن مفيش روح هتلاقي الفريق اللي قدامك هو المتسيد هو الاقوى لو هو عنده الروح. وده اللي حصل في مباريات بدايه من ماتش اسوان اللي خسر فيه نادي الزمالك، ثم المباريات اللي بعد كده نهايه بمباراه الاهلي وفوزه 3-0. ده بالنسبه لنادي الزمالك. خليني هطلع لفاصل، بعد فاصل نرجع مع حضراتكم ونكمل اخبارنا اخبار البريمو النهارده. طيب خلينا بس نقول نتائج النهارده في الدوري الممتاز الاسبوع ال 15. كان عندنا مباراه بالامس، مباراه الداخليه والمقاولون العرب، وانتهت بفوز المقاولون العرب 2-1. النهارده كان في عده مباريات بدايه من اسوان والاسماعيلي وتعادل سلبي 0-0، ثم فوز ام بي على فاركو 1-0، وايضا تعادل سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش 0-0، وفوز الاتحاد السكندري 1-0 على حرس الحدود بهدف محمود علاء. هي بس اروح لاسوان والاسماعيلي وهذه المباراه، وحتى الان الاسماعيلي مش عارف يخرج من الموقف اللي هو فيه بفوز على الاقل في ظل قياده كابتن احمد حسام ميدو ووجوده في الاداره الفنيه لنادي الاسماعيلي. حتى الان كابتن احمد حسام ميدو ما كسبش مع نادي الاسماعيلي، وحتى الان يعني الامور بالنسبه لنادي الاسماعيلي ما بتبشرش بخير ابدا طبعا، يعني تفائلوا الخير تجدوه يعني، ولكن حتى الان الامور صعبه صعبه جدا. 15 لقاء 9 نقاط لنادي الاسماعيلي، احنا خلاص قربنا ننهي الدور الاول والامور صعبه جدا على النادي الاسماعيلي، واللي بيتصعب اكتر بقى القرارات الخاصه بالكاس والاتحاد الدولي كمان، بان هم يبعتوا جواب للاتحاد المصري ومنه الى نادي الاسماعيلي بان هو هيتوقف القيد الشتوي بتاعهم وخمس مباريات هتنقل خارج ارضه. امور صعبه وتصعب بالنتائج، ودي امور ممكن تكون موجوده، لكن اكيد في تظلم من نادي الاسماعيلي، واعتقد ان هم اخذوا هذا الاجراء عشان يوقفوا القرار ده، ولكن مشاكل موجوده داخل نادي الاسماعيلي سواء بقى مشاكل اداريه او مشاكل فنيه حتى الان مع الفريق اللي النهارده بيتعادل مع اسوان 0-0. النهارده خليني يعني اروح لكابتننا الكبير كابتن احمد ايوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، والنهارده المباراه انتهت بفوز الاتحاد وخساره حرس الحدود النهارده، لكن بيقدموا ماتشات حلوه الحقيقه، بعيد بغض النظر عن النتيجه بيقدموا مباريات جيده الحقيقه حرس الحدود، وبيحاولوا ان هم يخرجوا من المنطقه اللي هم فيها، ولكن طبعا حتى الان حرس حدود في المركز 17 برصيد 11 نقطه. كابتن احمد ايوب تحياتي لحضرتك كابتن. تحياتي كابتن فاروق، اهلا وسهلا بك كابتن. اهلا وسهلا. النهارده الماتش يعني ماتش كان صعب، والهدف صراحه لمحمود علاء جه في الدقيقه 84 يعني في الماتش بينتهي. برضو رؤيتك للقاء النهارده وشايفه يعني كان، هل كنت تستحق الهزيمه النهارده حرس حدود؟ لا انا طبعا حزين على النتيجه اول حاجه، ويعني مبسوط باداء الفرقه وتماسك الفرقه. فرقه بتأدي النهارده مباراه كبيره، بتلعب فريق كبير بحجم الاتحاد عنده انتفاضه الفتره الاخيره في وسط جماهير وعلى ملعبه. احنا كنا الافضل بكل المقاييس سواء الشوط الاولاني او الشوط الثاني، اجمالي الفرص لينا اخطر لو احنا عندنا بس اللاعب اللي يقدر يستثمر الفرص اللي بتيجي، ودي مشكلتنا طبعا الفتره الاخيره ومشكله الفريق من بدايه الموسم. تأدي مباريات كبيره قصاد فرق كبيره، ولكن الجانب التهديفي فيه مشكله عندنا، يمكن في بعض المباريات هدفنا
ولكن استقبلنا، مشينا اخر خمس مباريات بشكل كويس، تلقينا هزيمه المباراه النهارده وكانت عكس سير اللقاء تماما. ضربه جزاء صعبه جدا جدا بتحس يعني علينا في التوقيت ده، ولكن هي دي الكوره يعني انت بتتقبلها باللي حلو فيها الوحش اللي فيها وبالاخطاء اللي فيها، هنعمل ايه يا كابتن فاروق؟ ولكن الامور صعبه اكيد صعبه. احنا هنفضل نحاول، احنا هدفنا البقاء ان شاء الله، نبقى في الدوري. انا عارف ان الامور صعبه ولكن الامور بتتحسن يوم عليهم ان شاء الله. النهارده فوز انبي برضو صعب الموقف اكتر كابتن، المنطقه اللي يعني طبعا القضيه مش فوز انبي او خساره فرقه، يعني طبيعي انت تخدم نفسك يعني. صح صح، يعني طبعا انت بص لنفسك الاول. بص لنفسك الاول وحاول تخدم نفسك قبل ما تبص للفرق الثانيه، لان انت في وقت من الاوقات لما بتبقى حاجه في ايدك بتسهلها على نفسك، غير لما تبقى الحاجه مش في ايدك وانت مضطر تكسب والفرق الثانيه تتعثر. ولكن هو اللي بيزعل لما الحاجه تكون في ايدك، واحنا من بدايه الدوري مباريات كتير ضاعت مننا وكانت في ايدينا، وده اللي بيزعل. هنقول نتيجه قله خبرات، نتيجه عدم كان في دراع، عدم تجانس، قله خبرات بعد كده، لعيبه اول مره تلعب. خلاص المفروض ان احنا تجاوزنا بقى المرحله دي، والحمد لله الفتره الاخيره بنقدم مباريات جيده جدا. لا الحقيقه انا بتفرج عليكم وبتابع كل الماتشات، ولكن يعني النهارده تحديدا فاروق مخسر، يعني النهارده المكسب كان قريب من الفرقه، ما نخسرش تماما، ولكن حصل ضغوط. التحكيم النهارده شافه ايه يا كابتن؟ طيب انا مش عارف اقول ايه يا كابتن فاروق. انا طالع المراقب بيقول لي في المؤتمر ما تتكلمش على التحكيم، اصل مش عارف انا مش يعني مش هتكلم على التحكيم ولا انتقد التحكيم، ولكن انا بقول ان يعني انا عاوز حقي، يعني انا مش عاوز انتقد التحكيم. هي ضربه جزاء اتحسبت، انا من وجهه نظري انها مش ضربه جزاء خالص. الاول حاجه الولد المهاجم هو اللي نزل للكوره ورايح للكوره بدماغه مش في مستوى دماغه، دي نمره واحد. نمره اثنين، حتى لما لعب الكوره اتلعبت جامده وطلعت بره المرمى خالص يا كابتن فاروق، وهي بعيده عن المرمى خالص. في اي حال، طب هو المدافع يا كابتن فاروق، المدافع واقف، والطبيعي ان هو مش المهاجم جاي من وراه، الطبيعي ان هو يتعامل مع الكوره، ولا ده غلط؟ مظبوط. يعني انا الكوره جايه في اتجاهي، همد رجلي ولا مش همد رجلي؟ همد رجلي. انا المهاجم جاي من ورايا وطار على الكوره، والكوره مش في مستوى دماغه، يعني هو نزل للكوره، يبقى بتحسب ضربه جزاء. وبعدين لما لعب الكوره كابتن فاروق، الكوره راحت قويه جدا بره المرمى. طب باي حل حاول تحسب ضربه جزاء، وضربه جزاء في الدقيقه 84 بتاثر على نتيجه المباراه. خلاص مفيش اي فرصه للتعويض اصلا، خلاص. يعني بقول بتاثر على نتيجه المباراه، بتاثر على مسيره فرقه، صعب جدا جدا. يعني انا معانا النهارده كابتن محمد صلاح الفتاح حكامنا وكابتن تحسين، هنتكلم في الحالات دي. انا حتى لما اتكلمت على الحكم انا قلت له انا وجهه نظري كده، ازاي الولد رايح؟ يعني انا مش عارف شفتها ولا لا اصلا الحاله، مش عارف. انا شفتها يا كابتن، انا شفتها. يعني المهاجم يا كابتن فاروق ورا المدافع، بس انا مش هقول لك يعني انا وجهه نظري ايه، لكن انا معانا النهارده حكامنا كابتن محمد صلاح وكابتن تحسين ابو السادات هيكونوا معانا النهارده. يعني انا بحل الكره يا فاروق. المدافع المهاجم جاي ورا المدافع، صح ولا كان قدام المدافع؟ صحيح صحيح. هو اللي طار على الكوره بتلعبها بدماغه تحت مستوى رجل المدافع، يعني الكوره في مستوى رجل المدافع. انا طاير، انا اللي عامل جامب طالع للكوره، ولا راكب الكوره، انا نازل بدماغي. صح صح. ما الطبيعي ان انا كمدافع بتتحسب فاول على المهاجر في الوقت ده. طبيعي ان انا كمدافع يا كابتن فاروق انا بمد رجلي لانها في مستوى رجلي. ايوه. هو انا اللي طلعت رجلي لراس المدافع؟ وبعدين الكوره لما اتلعبت قويه جدا بره المرمى. طب ما حصل احتكاك، طبيعي بيحصل احتكاك يا كابتن فاروق. ما هو طبيعي، ما هو ضرب يعني، هل هو ده اي احتكاك دخل ال 18 بحيث ضربه جزاء؟ لا طبعا. ما الطبيعي اصلا اتجاه انا مدافع مش شايف الراجل اللي جاي لرجلي، هو انا رحت لراسه؟ تحسب ضربه جزاء في توقيت صعب جدا جدا جدا. حقيقي. كابتن انت النهارده وانت يعني الماتش النهارده وانت بتلعبه، باصص للاهلي في الاسبوع اللي جاي؟ احنا مباراه الاهلي بالنسبه لنا مؤجله. لان الاهلي طبعا عنده كل التوفيق. صحيح ان شاء الله. عنده كاس العالم للانديه، ربنا يوفقه ويشرفنا. ما تحددش المباراه اللي هتتلعب بعد كده كابتن. لا لسه عندي تحدد مباراه المحل يوم 5/2 ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق يا كابتن ايوب. والله يعني انا عارف ان حضرتك بتبذل مجهود كبير في ظل. لا طبعا انا يعني الحمد لله احنا بنبذل مجهود كبير مع الفرقه، والشكل واضح للناس، وانا بشكر كل الناس اللي بتتكلم بشكل ايجابي على فرقه حرس الحدود، الشغل اللي معمول مع فرقه حرس الحدود، لان دي ناس منطقيه وناس بتشوف الشغل اللي بيحصل
جوه الملعب لما تكون انت فرقه بالحجم ده بالقدرات دي وبتلعب فرق كبيره وتقدر توصل بفرصه واثنين وثلاثه، ده يعني هي. اكيد يعني شغل كويس داخل الملعب الحمد لله. في اطار تدعيماتك يا كابتن يعني الشغل اللي بتعمله والله بنحاول يا كابتن هارون، لان احنا برضو خلصت يعني حد يعني عندنا قدرات معينه بنحاول ندعم من خلال القدرات دي وربنا يسهل ان يبقى عندنا حد كويس. حتى الان ما فيش يا كابتن يعني خلاص لو يعني صفقه انتهت او امور انتهت من خلال احنا سمع. يعني في ولد افريقي المفروض انه جاي النهارده بالليل ان شاء الله، يوصل النهارده بالليل راس حربه يكون معانا الفتره الجايه ان شاء الله. كل التوفيق لك كابتن ايوب، كل التوفيق لفريق حرس الحدود. شكرا. يعني فوز الاتحاد السكندري على حرس الحدود، وراي كابتن ايوب في الماتش ورايه في ضربه الجزاء اللي اتحسبت على الفريق، وبالتالي النهارده فوز الاتحاد بيوصله للنقطه 25 وفي المركز السادس، لكن الهزيمه بتبقي حرس الحدود في المركز 17 برصيد 11 نقطه. على الجانب الاخر الاسماعيلي بتعادله النهارده، ما زال في المركز الاخير برصيد 9 نقاط، اما اسوان فموجود في منطقه جميله جدا بالنسبه له في الوقت الحالي في المركز التاسع 18 نقطه. ثم ناتي الى مباراه امبي وفاركو، وفوز امبي 1-0 خليته برضو يعني الامور بالنسبه له تتحسن النتيجة أو النتائج بتاعته، وفي نفس الوقت يتحسن وجوده في مركز جدول الدوري، ولكن برضو ما زال طبعا في المركز 15 13 نقطة مهدد حتى الآن، أو المركز بتاعه مش جيد بالنسبة لإم بي برغم هذا الفوز. أما مباراة طلع الجيش وسيراميكا كليوباترا فتعادل سلبي 0-0، ما زال سيراميكا في المركز العاشر وطلع الجيش في المركز ال 12. ده بالنسبة لنتائج النهاردة ومراكز الفرق اللي لعبت النهاردة. بكرة إن شاء الله في مباراة أو عدة لقاءات، بداية من مباراة فيوتشر والمصري هتكون الساعة 3:15، ثم مباراة غزل المحلة والزمالك 5 هتكون أمام حضراتكم الساعة 5 الساعة، ثم الأهلي والبنك الأهلي الساعة 7، وأخيرا سموحة وبيراميدز في نفس توقيت مباراة الأهلي والبنك الأهلي الساعة 7 مساء. دي مباريات الغد، هنكون معاكم وتحليل هذه اللقاءات إن شاء الله من خلال البريم. خلينا بعض الأخبار الخاصة بقى بالبريم النهاردة، وكنت ابتديت ببعض الامور الخاصه بالاهلي والزمالك. قائمه نادي الزمالك بكره لمواجهه غزل المحله، اختار طبعا فريرا اللي مكمل مع الفريق حتى الان، وكان القرار الخاص بمجلس اداره ان تبقى مباراه فاركو او نهايه الدور الاول هي الفيصل بالنسبه لبقاء فريرا او عدم. القائمه محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم، عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد عبد الشافي، حاتم سكر، محمد اشرف رؤى، وعمر السيسي، نبيل عماد دونجا، وامام عاشور، وسيد نيمار، وسيف جعفر، واحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي. اما خط الهجوم فسامسون موجود، سيف الدين الجزيري، يوسف اسامه، نبيل. كنا بنتكلم على نادي الزمالك، وما زلنا طبعا مع اخبار نادي الزمالك، والنهارده نادي الاتحاد بيفوز بهدف لمحمود علاء، في نفس الوقت نادي الاتحاد بيرفض قطع إعارة محمود علاء إلى نادي الاتحاد، وإن بيتمسك ببقائه في نادي الاتحاد. هما يعني الناس اعتمدوا عليه خلاص، جابوه في أول السنة ومعتمدين عليه في الجزء الدفاعي، وبالتالي هتبقى صعب جدا إنه يفرطوا فيه ويعوضوا مكانه مين. هي دي النقطة اللي أكيد في دماغ إدارة نادي الاتحاد الحاج محمد مصلحي والإدارة نفسها بشكل عام، إن مين هيكون البديل في وقت ممكن تبقى الأمور صعبة في الانتقالات في يناير، مين اللي هيجيبوه، مين اللي هيبقى مكانه لو حصل قطع للإعارة. إلا بقى لو العقد كان فيه إن نادي الزمالك يقدر إنه يقطع الإعارة في أي وقت، هي دي بقى أمور تعاقدية برضو هنشوفها في الفترة الجاية، وإيه اللي ممكن يوصل ليه طلب نادي الزمالك بقطع إعارة محمود علاء، وفي نفس الوقت رفض نادي الاتحاد هذا الطلب. الزمالك بيخطر محمود شبانه بعودته الى سموحه، وبالتالي ايضا هيكون مكسب لاداره نادي الزمالك ان هو يرجعه محمود علاء، محمود شبانه انا اسف، في ظل الضعف الدفاعي اللي موجود في نادي الزمالك في الوقت الحالي. حاجه غريبه جدا، هل ممكن يكون غياب محمود الونش هو اللي مأثر بالشكل ده؟ اعتقد ان محمود يعني عندك محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، اتنين لعيبه كويسه جدا، لكن ازاي بتمرنهم، ازاي بتوقفهم، ازاي حاجات ممكن تكون محتاجة تدريب بشكل معين، هي دي اللي فريرا ممكن يتم العتاب عليه في هذه النقطة. الناس بتسأل ليه مجلس الإدارة
مجلس اداره نادي الزمالك بعد اجتماعه اخذ القرار بان فيريرا يفضل موجود. انا قلتها امبارح على فكره، قلتها امبارح ان الشغل الشاغل عند مجلس اداره ان الشرط الجزائي اللي هياخده فيريرا او كاتبه فيريرا في العقد ممكن يبقى اكتر من 3 شهور كمان، وبالتالي لو تم الاستغناء عنه في الوقت ده من غير ما يبقى فيه اتفاق، فيريرا ممكن ياخد مبلغ كبير من نادي الزمالك، وممكن نادي الزمالك ما يدلوش الفلوس بقى، فيخش في بقى قضايا وحوارات خاصة بوقف قيد تاني وحاجات كتير جدا ممكن نادي الزمالك في غنى عنها في التوقيت الحالي، وبالتالي الشرط الجزائي هو ممكن يكون هو السبب في تجديد الثقة لفيريرا في المرحلة القادمة، لحين بقى يكون في وقت كده تقعد مع المدرب وتبتدي تتفق معاه ويتنازل عن ايه والامور تمشي ازاي، ده اللي ممكن يكون السر وراء تجديد الثقة لفيريرا حتى نهاية الموسم. خلي بالكم فيريرا هو والجهاز المعاون بياخد 170,000 دولار شهري، وبالتالي لو احنا اتكلمنا في اكتر لو 3 شهور بس، فانت بتتكلم في مبلغ مثلا وصل لتقريبا 500,000 دولار. اما لو اكتر من كده، لان خلي بالكم فيريرا كان رافض ان هو اصلا يعني وافق على انه يجدد لنادي الزمالك في بداية الموسم بصعوبة، واكيد بصعوبة ازاي، ان في اوفر جاله كبير، الاوفر ده ممكن يبقى موجود في الشرط الجزائي المعلن حتى الان 3 شهور. لكن انا شايف ووجهة نظري وبعض المصادر بالنسبة لنا في البريمو بتقول ان هو اكتر كمان من 3 شهور. طيب بخصوص النادي الاهلي ومباراته غدا امام البنك الاهلي، استقر كولر على استبعاد معلول وكهربا. طبعا معلول يعني عنده شعور باجهاد في الماتش اللي فات بعد الماتش اللي فات، وكهربا برضو عنده يعني اجهاد في العضله الضامه، مجهود كبير كهربا قامه في الماتشين اللي فاتوا سواء ماتش الزمالك او ماتش سموحه اللي قبله، وبالتالي يعني حتى ما تتفاقمش الاصابه بالنسبه للاثنين، فضل كولر ان هو ريحهم قبل السفر طبعا الى المغرب والمشاركه في كاس العالم للانديه. كان في كلام عن الشناوي ان في عرض من ويجن وصل للنادي الاهلي، المسؤولين في النادي الاهلي بيؤكدوا ان مفيش حاجه من دي وصلت للنادي الاهلي، والشناوي مكمل مع الفريق. في نفس الوقت يعني كولر يعني متمسك جدا بوجود الشناوي في الفتره القادمه، والتفريط فيه هيبقى صعب جدا جدا. الفيرود، احنا كل ما بسال نجم من نجوم النادي الاهلي يعني والمحللين في كرة القدم واللي بيتابعوا النادي الاهلي بشكل كبير يقول لك لا، النادي الاهلي محتاج فيرود، حتى لو كهربا فاق، حتى لو محمد شريف فاق، محتاج فيرود وفيرود قوي. وبالتالي النادي الاهلي فاتح كذا اتجاه في مفاوضات مع كذا لعيب، سواء بقى لعيب برازيلي لعيب افريقي، وبالتالي عن يعني النادي الاهلي فيه عنده لعيب اسمه سوزا وده بيلعب في الدوري الكوري، برضو الامور بالنسبه له يعني بيحاولوا معاه في ظل رغبة اللاعب ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي، لكن الامور المادية برضو هي الفارقة في وجود هذا اللاعب، وبرضو ده تحسبا ان اللاعب ده موجود من ضمن يعني التكثيف المفاوضات مع كذا لاعب، عشان برضو مليكة الناحية التانية النادي الاهلي بيحاول معاه اللاعب طبعا اللي بيلعب في نادي بشكتاش التركي، ان لو الامور فشلت يبقى اللاعب البرازيلي ده موجود وهو لاعب جيد موجود في الدوري الكوري. النادي الاهلي بيعمل ايه بقى عشان موليكا يبقى موجود؟ انه بيقدم عرض في الفتره دي، يعني بيعلب عرضه شويه في تطورات موجوده للجزء المادي للاعاره، حتى لو احنا بنتكلم على اعاره، ويعني يكون في شرط البيع او بند البيع والشراء بالنسبه له في نهايه الموسم. النادي الاهلي او يعني ان نادي بشكتاش وافق على ان يبقى في اعاره للنادي الاهلي مقابل 1,400,000 دولار، والنادي الاهلي يعني عنده تحفظ في المبلغ ده 1,400,000 دولار، وفي نفس الوقت بشكتاش طالب 2,600,000 دولار لو كمان وافق الموافقه على بند حقيه البيع بنهايه الموسم. يعني بنتكلم 1,000,000 و2,000,000، ادي 3,400,000 و600,000، يبقى اتكلم في 4,000,000 دولار يعني قيمة موليكا لو تم اعارته ثم شراؤه من نادي بشكتاش. ده الشكل الخاص لمفاوضات الاهلي مع موليكا نجم بشكتاش التركي في الوقت الحالي.
طيب خلينا قبل ما اروح واكمل اخبارنا، كنا بنتكلم على الشكل الخاص بالنادي الاسماعيلي، وحتى واحنا بنتكلم انا عندي خبر ان اتحاد الكوره بيوضح حقيقه ايقاف القيد الشتوي لنادي الاسماعيلي بناء على قرار لجنه الانضباط في 21 ديسمبر بالزام الاسماعيلي بالتسويه الماليه الخاصه بنادي نجوم ومنحه فتره سماح لمده 30 يوم تنتهي في 22 يناير، وبالتالي ده لتنفيذ حكم المحكمه. وبالتالي هل نادي الاسماعيلي مش هيأيد اي صفقات جديده؟ ولكن طبعا انا قلت لكم ان في تظلم من نادي الاسماعيلي تم تقديمه الى اتحاد الكره ولجنه التظلمات. خليني اروح للكابتن اشرف خضر المدرب العام لفريق نادي الاسماعيلي، والنهارده المباراه اكيد كان نفس كابتن اشرف المدير الفني كابتن ميدو ان يبقى في حاله فوز وبدايه بقى الانتصارات، لكن النهارده التعادل السلبي 0-0 كان هو شكل المباراه ونتيجه اللقاء. طيب يعني مش معانا دلوقتي، طيب لما يجي بقى كابتن اشرف ويخش معانا تاني هساله عن اهم حاجه ممكن يكون النهارده كانت مهمه لجماهير نادي الاسماعيلي، وهو الفوز، وانك تخرج بقى بحاله واحده فوز في الوقت الحالي تدي معنويات مختلفه للاعبين وتبتدي الامور تبقى افضل وافضل لنادي الاسماعيلي اللي موجود في مؤخره جدول الدوري. منتخب مصر الشباب بياخد مرانه الاول بالاسماعيليه قبل طبعا انطلاقه كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق الكابتن محمود جابر المدير الفني مع اللاعبين، كده تبقى الأمور مستقرة والأمور تبقى ماشية بالشكل اللي احنا نتمناه إن هم يقدموا نتائج جيدة في هذه البطولة بأمر الله. طيب ده يمكن أخبارنا، الأمور الخاصة بأخبارنا النهاردة. آخر خبر معايا هو يعني ماتش منتخبنا الوطني لكرة اليد وخسارته من المنتخب الدنماركي بنتيجه 30-25، وطبعا منتخب كبير يضم منتخب يعني منتخب الدنماركي يعني غول الكره اليد العالميه يضم افضل النجوم في العالم، وبالتالي يعني النهارده الخساره مش عايز اقول متوقعه لكن يعني بتقابل منتخب كبير منتخب قوي بطل العالم، كان متوقع ان يبقى في خساره انا من وجهه نظري، لكن كان في يعني كان في نديه من منتخبنا الوطني فرطنا في الاول الامور يعني البدايه كانت مش كويسه، ولكن حاولنا ان احنا نرجع للمباراه مره اخرى وانتهت المباراه بفرق 5 أهداف للمنتخب الدنماركي. هارد لك، لكن ان شاء الله المشوار مكمل مع منتخب الوطني لكره اليد في الادوار القادمه. طيب دي يمكن اخبارنا، عندنا كلام كتير عن التحكيم، هيكون معانا الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح وكابتن تحسين ابو السادات حكامنا السابقين، وكلامنا عن التحكيم وضع الحالي في التحكيم المصري. في الحقيقه قبل ما اطلع وهتكلم عن التحكيم انا بستغرب المسؤولين لما بيطلعوا يتكلموا عن رئيس لجنه الحكام في الوقت الحالي. انا ايا كان بقى التحكيم في وقت من الاوقات بيظلم حد بينصف حد، الامور التحكيميه هي اخطاء وارده، لكن لما بيطلع مسؤولين ويتكلموا يقولوا ان حكم او جلاتنبرج جاي لخدمة اندية بعينها، اعتقد ده ما ينفعش ما يكون من مسؤول كبير ونادي كبير يطلع يقول الكلام ده على رئيس لجنة الحكام. صعب جدا ان احنا نبتدي نشكك ان المنظومة كلها بتخدم نادي واحد، دي اعتقد بتبقى يعني هفوة من المسؤول اللي ممكن يقول كده، تبقى حاجة صعبة جدا انك تقولها وتفكر فيها بناء على ايه بتفكر فيها. احنا في الاخر الراجل ده جاي عشان يساعد الحكام كلها، عشان يساعد كرة القدم المصرية والاندية المصرية كلها. في اخطاء وما زالت الاخطاء مستمرة، وما زال في امور هيتم تعديلها او الراجل ده يعني يعدل اللي يقدر يعدله وبعد كده الامور تستكمل بشكل ما في الفترة اللي جاية، لكن هنفضل نقول ان حكام جايين عشان يخدموا نادي او يخدموا حد معين، ده اعتقد ان التصريح ممكن يكون من مسؤول غير موفق تماما في نقطة التحكيم المصري. طيب هطلع بقى للفاصل واستقبل حكامنا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح وكابتن تحسين ابو السادات حكامنا السابقين، وكلامنا عن التحكيم المصري حتى الآن. تصاعدت حرب الشكاوى بين مجلس إدارة نادي الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة في بطولة الدوري الممتاز،
واللي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاث أهداف نظيفة. وشهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك جدل واسع بعد الأحداث اللي شهدتها المباراة واحتفالات نجوم فريق الأهلي مع الجماهير بالفوز بثلاثية نظيفة، وكان بطلها محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة مع فريقه بعد غياب وصل ل 451 يوم عن الملاعب. وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه تقدم بمذكرة ضد محمود عبد المنعم كهربا بعد الأفعال اللي حدثت خلال مباراة الأهلي، مؤكداً على أن الأمر هيصل لرابطة الأندية بسبب الإساءة لجماهير الزمالك في مباراة القمة. وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إحالة شكوى الزمالك ضد محمود كهربا لاعب الأهلي للجنة الانضباط وفقاً للائحة لاتخاذ القرار اللازم في هذه الأزمة وفض الاشتباك بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. وتضمنت شكوى الزمالك فيديو لكهربا بيتضمن هجوم على الزمالك، إلا أن مراقب المباراة لم يسجل الواقعة في تقريره، لذا تمت إحالة الشكوى للجنة الانضباط. وكان كهربا شارك في مواجهة القمة اللي جمعت الأهلي والزمالك مساء السبت، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول في المواجهة اللي جمعت القطبين على استاد القاهرة الدولي، فيما تقدم الأهلي صباح الاثنين بثلاث شكاوى لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد هجومه على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا. وأبرز الأهلي أن هذه الشكاوى جت بسبب قيام مرتضى منصور عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي بألفاظ يعاقب عليها القانون وتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه، وطالب النادي الأهلي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلا لناديه كأحد عناصر اللعبة. نكمل مع حضراتكم البريمو النهارده، والحقيقه يعني في كل ماتش احنا بنشوف امور ممكن تكون فيها اعتراضات في التحكيم، لقطات ممكن تكون فيها جدال كتير جدا عن صحه القرارات الخاصه التحكيميه او عدم صحتها، حاجات كتير من خلال هذا الدوري اللي بنشوفه ان شاء الله هيبقى اقوى واقوى في حته تحسن التحكيم المصري والحكام المصريين، ولكن محتاجين فقط ان احنا نتكاتف، محتاجين فقط ان احنا نساعد بعض، محتاجين كمان الأندية والإدارات الأندية واللاعبين والمديرين الفنيين والإدارة الفنية تبقى موجودة وتلتزم بقرارات الحكم. في أخطاء من خلال المباريات، ولكن إن شاء الله في الفترة الجاية تتحسن. عشان كده النهاردة معانا كابتن محمد صلاح، معانا كابتن تحسين أبو السادات، عشان نتكلم في كل الأمور دي ونتكلم إيه اللي ممكن يحصل الفترة الجاية. هل استفدنا من جلاتنبرج حتى الآن في التحكيم المصري ولا ما استفدناش منه؟ ايه الامور اللي ساعدته وايه الامور لغايه دلوقتي اللي ممكن ما تكونش ساعدته في الامور الخاصه التحكيميه؟ انا ارحب بالكابتن محمد صلاح عبد الفتاح. كابتن محمد تحياتي ليك. تحياتي ليك، منور دايما. نورنا والله، بقالي كتير ما بقالنا كتير ما تقابلناش، بس صديقك دلوقتي وحبيبك ما بقاش جنبك، بقى موجود في الاداره بقى. ما هو اللي بيجي يقعد على الكرسي ده بعد كده بيروح لجنه الحكام، فتقريبا تحسين هيقعد شويه وهيروح لجنه الحكام. كابتن تحسين ابو السادات تحياتي ليك كابتن منور. تحياتي ليك كابتن فاروق، وشرف لنا ان احنا موجودين مع سعادتك النهارده. الله يخليك، ربنا يخليك يا ابو كابتن، منورنا. وخلينا ابتدي معاك كابتن، اتفضل. خلينا ابتدي معاك، حتى الان استفدنا بجلاتنبرج ولا؟ طبعا استفدنا تجربه جديده، وان شاء الله مفروض ان احنا نستمر معاه ونقيم التجربه في نهايه الموسم. في حاجات او في امور زي الثواب والعقاب، انا شايف دلوقتي انه كل الحكام بالنسبه له ميزان واحد، اللي بيخطا بيتوقف. فطبعا كان فيه قبل كده، ومحمد يعرف الكلام ده كويس، كان في ناس ممكن تخطا وما توقفش، وكان في ناس بتخطا وتتوقف. النهارده انا شايف ان بالنسبه مارك النهارده بيطبق النظام ده على كل الناس، وشايف ان هي تجربه مفيده ان احنا نشوف حاجه جديده
ونشوف مدرسه جديده في التحكيم ونصبر على نهايه الموسم. وطبعا في اخطاء في كل الدوريات، وانا شايف ان الاخطاء بدات تقل، وهو النهارده بدا يعرف الحكام، وبدا هو كمان اللي يحط التوزيعه، وهو اللي بيعين الماتشات، وده مؤشر كويس. النهارده قبل كده كان مين بيعين؟ كان طبعا الكابتن احمد ابو العلا هو اللي كان مرشح الاسماء كلها طبعا. هو اللي كان مرشح الاسماء كمان، حتى اللي اخذ دوره الفار، وهو اللي مرشح الاسماء، اللي بيقولوا انه حاجه غريبه ان ايه مش عارف ايه السيستم، وايه ان الحكام تبقى على السيستم وفي حكام مش على السيستم. يعني ايه حكام حكم يبقى على السيستم وايه حكم مش على السيستم؟ مش فاهم انا حاجات كده، امور مش فاهمينها. يعني انت ازاي انا حكم درجه اولى وجوه السيستم واحد بره درجه اولى وخارج السيستم؟ يعني ايه مش فاهم؟ امور كده. طبعا الناس حتى اللي شغاله معاه مش هو اللي اختارها، هو لقى مجموعه موجوده واشتغل معاه. والنهارده بدا هو يختار او عمل لك. في ناس انسحبت برضه في وقت من الاوقات، ما هو في ناس انسحب، في ناس هجمته ومشغله معاه، وفي ناس قالت ان التجربه دي فاشله وحاليا هي مشغله معاه. وحكموا عليه قبل ما يجي ان هو، طب انت لما التجربه فاشله استمرت ليه؟ طب لما تمشي طالما التجربه مش عاجباك. الراجل كابتن محمد عنده معافره يعني في وجوده مع في مصر، يعني لو هتيجي تقول الدوري السعودي، هو الراجل شايف ان ممكن كان قريب من الدوري المصري، وحتى المسؤولين اللي ممكن يساعدوه ممكن يكونوا بنفس الشكل. هل ده حصل هنا ولا الامور ما حصلتش خالص في ان حد يساعده؟ طيب. هل الراجل حد ساعده ولا لا؟ بس هقول لك، نبدا بالدوري السعودي. الدوري السعودي مبدئيا كده هو تم اقالته من لجنه حكام السعوديه، تمام، او من الاتحاد السعودي. شكلك ضده من دلوقتي انت. ما انا هقول لك ده اللي هو انا بقول لك اللي حصل. هو مبدئيا تم اقالته. ما هو مش عندك عارف الاسباب ليه تم اقالته؟ اعرف الاسباب إيه، بس انا افضل اتحاد الكوره هو اللي يدور عليها افضل. يعني بلاش تقولها لنا، بلاش دلوقتي مش وقتها. ليه الاتحاد السعودي يجيبه بعد كده مشي؟ خليني اقول لك سبب من الاسباب. هو في اسباب كتير موجود زي ما مش موجود اكتر وقت زي يعني كان كان مش متواجد او ما حسوش ان هو اضاف يعني للتحكيم. بيستقدم حكام اجانب كتير جدا. الحكام السعوديين تم تهميشهم طبعا، دي اثرت عليهم في تواجدهم في البطولات في اسيا. فقالوا له لا شكرا. فبعد ما مشي لقوا في فرق، فالنهارده حكام السعوديه موجودين في اسيا لانهم بقوا موجودين في الدوري بتاعهم. الجزئيه الثانيه اللي عايز اقول لك عليها، النهارده هو لم يضيف للتحكيم المصري اي شيء. ليه؟ انت عكس كابتن تحسين كده. ايوه، ما انا هقول لك ليه. انا هقول لك رايي وهقول لك ليه. هو فين؟ هو مش موجود. انا النهارده لما اضيف للتحكيم، يعني انا النهارده في تعامل مباشر على الاقل مع الحكام. هو مش موجود، جايب مساعد ليه لتقنيه الفيديو، الحكام ما شافتوش، مش موجود. ده يعني احنا عندنا اثنين على فكره اجنبي اسمه جاك. اوكي، بياخد بقى مرتب منفصل أكيد. ولا من مرتبه؟ اكيد، حتى احنا معانا يعني الاسماء اللي هي اعلنت على صفحه الاتحاد، يا ريت لو نطلعها. احنا معانا اثنين، مش مارك لوحده. فانت بتتكلم في اثنين. هو فين؟ هو تعامل يعني جاك ده نزل مع الحكام، اتعامل معاهم. فانت اهو اسمه موجود معانا، تشكيل لجنه الحكام. تشكيل لجنه الحكام جاكوب. بالمناسبه ده جاكوب. بص، ده جاكوب اسم اعلن من اتحاد الكوره بشكل رسمي. ده مش موجود، الحكام ما شافتوش. تمام، هو فين يعني؟ مش في مصر يعني؟ ما حدش شافه. شافوه مره واحده بس في معسكر قبل الدوري الممتاز. مارك كلاتنبرج مش متواجد بشكل مستمر عشان يتابع الاخطاء. تمام، هقول لك حاجه، احنا اخر فيديو طلع لكلاتنبرج على صفحه الاتحاد كان في الجوله ال12. احنا النهارده بنلعب الجوله ال15، الجوله 13 و14 ما شفنالوش فيديو. عارف ليه؟ هو راح لقى في الحساب بتاعه ما تحولوش المرتب بتاعه، فهو زعل. هو كان المفروض يبقى موجود فزعل مش موجود. يعني اتحاد الكوره انا شايف ان هو اتصرف صح، قالوا له بقى انت مش موجود، فتم خصم الراتب، فهو لقى الفلوس بتاعته ما نزلتش في الحساب. ده ساعة كاس العالم ولا ساعة ايه؟ اعتقد في موضوع كاس العالم. فهو دلوقتي في طب هو هيروح كده من غير ما يقول ومستأذن؟ هو اكيد مستأذن يعني طبعا، اللي انا عارفه ان هم متفقين. ده مبدئيا. الحاجة بقى التانية اللي هي بمناسبة السيستم اللي ذكره الكابتن تحسين، هو كان عامل سيستم كده وجايبين شركة. السيستم ده مجرد وسيلة للتواصل ما بين الحكام، احنا بنحط الايميلات وانا ازاي اتواصل معاك. انترنال كوميونيكيشن سيستم يعني. بالظبط كده. دي شركة وهي اللي حاطة السيستم ده، فالشركة اتحاد الكورة ما دفعش الفلوس للشركة دي خلاص. الاشتراك ما يعني حسوا ان الموضوع
بقى عقيم شويه مش مساعد الحكام. النهارده زي ما كابتن حسين بيقول لك كابتن محمد فاروق على السيستم، كابتن تحسين عبد السادات مش على السيستم، فبقت عامله مشكله. لغوا بقى السيستم ده خالص وقال لك هنرجع تاني نتعامل زي ما كنا بنتعامل. فطبعا كل دي حاجات كتيره جدا. ما فين الاضافه؟ الاضافه مش موجوده النهارده عندك. ايوه بس هو حط فكره، هو حتى يعني فكره السيستم وان الحكام يبقى عندهم تواصل مع بعض وتواصل معاه. بس بمناسبه الفكره هو انا الظلم ان هو مش هو اللي اختار الاسماء، الناس اختارت له الاسماء بالظبط. والراجل ما كانش يعرف حد، فبدات ناس تختار الاسماء او ترشح اسماء. الاسماء دي دخلت ازاي وتحت بند ايه وايه المعايير اللي اختاروا عليها؟ ما كانش هو مارك اللي مختار، كان المساعدين بتوعه اللي مختارين. بس هقول لك حاجه تحسين، هو المساعدين اللي هو كان في الوقت ده مين؟ كابتن احمد ابو العيله هو اللي مختار، وكابتن تامر دور هم الاثنين بس، كانوا هم الاثنين بس الموجودين. وبالمناسبه الـ يعني هو من قبل الموسم واحنا بادئين احنا كان عندنا مشاكل كتير جدا، هو كان لازم يبقى متواجد. انا هقول لك على حاجه، النهارده فين مارك كلاتنبرج من بدايه الموسم؟ انت ما بتشوفوش الا عبر الفيديو، ولكن الحكام حتى بيتعامل معاهم اونلاين. ده مش في التحكيم، لسه في كورونا مش في التحكيم. انت فاهم؟ فانا انا 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 يعني انا قصه ان هو اضاف للتحكيم المصري لا، هو لم يضيف للتحكيم المصري خالص. فمش عارف احنا تحسين مختلفين في الجزئيه دي، لكن موضوع ان التجربه نسيبها تنجح احنا مش ضده، احنا مع اي حد يشتغل. وبعدين هي النقطه، هل لقى المساعده الكافيه عشان احنا بنتكلم دلوقتي كابتن، هي دي النقطه برضو مهمه، لان الراجل جاي برضو اعمى، هو مش عارف يعني سوري اللفظ، بس يعني هو مش شايف مين اللي، مش عارف مين اللي حواليه. هو عارف الدوري المصري، عارف الانديه، عارف ان في حكام، عارف ان في مشاكل. مين طب ما تقعد، طب ما تقعد الدور اللي هو الخيط. خلي بالك احنا صعبين، ما هو يعني حضرتك دلوقتي انت بتقيم تجربه بعد 4 شهور. في ناس استمرت 8 سنين وقعدت 4 سنين وقعدنا نقيم في تجربتها 4 سنين و5 سنين و6 سنين واستمروا. الراجل ده 4 شهور والاسماء اللي موجوده دي مع احترامي لكل الزملاء الموجودين الحكام مش هو اللي مختارهم، او مش هو اللي ادالهم الرخص. انهي اسماء؟ كل الموجودين في الدوري الممتاز والممتاز ازاي؟ ما اختارش حد. بنتكلم على الرخص، بنتكلم على هو دلوقتي هيلعب دوري ممتاز ازاي من غير رخصه؟ محمد احنا دلوقتي عندك فار، في حكم هيلعب ما معهوش رخصه؟ ما مش ده الموضوع. ماشي، انا بتكلم على القماشه اللي موجوده، القماشه اللي موجوده اللي هو بيحاول يلعب فيها او اللي بيعين منها، هو اللي مختار الناس دي؟ هو مبدئيا هو بيعينش. امال مين اللي بيعين؟ مبدئيا كده بس هو ما بيعينش دلوقتي، ما بيعينش. لا ما بيعينش، يعني احنا بنتكلم 4 شهور زي ما انت بتقول يا كابتن. تمام خلاص، هو عارف ممكن يتدخل، عارف ممكن وشاف. يتدخل عارف يعني اسماء محدده، اسماء معينه. هو ممكن يتدخل في التعيين. هو بيعمل ايه؟ مثلا على سبيل المثال كابتن محمد فاروق اخطا في لعبه، هو طلعها في الفيديو، هو اخطا يروح قايل لك محمد فاروق موقوف، فلما يشوف اسمك تاني ممكن يشيلك. هو بيتدخل بالشكل ده، لكن يتدخل في تعيينه كامله لا. طب هقول لك على حاجه، طب احكي حصل ايه في اجتماع اتحاد الكوره من لجنه الحكام؟ احنا السنه اللي فاتت كان في مباراه للنادي الاهلي، ولما طلعنا قلنا ارائنا في اللعبه ان الفار ما يتدخلش فيها، كانت استئناف، لعبه استئناف من فاول واحرز الاهلي بهدف، والفار استدعى كان امين عمر وميدو سلامه. ولما اتكلمنا كوره تامن اشرف ولا كانت كوره مين؟ كانت الاهلي وبنك الاهلي اللي كانت فيها كوره بتنط وامين خرج. تقريبا. فطبعا احنا لما طلعنا قلنا راينا ان ده مش في البروتوكول وان الفار مفروض ما يتدخلش. طبعا الناس طلعت هجمتنا المسؤوله ساعتها وقال لك لا، ده الناس دي ما بتعرفش، ده روح البروتوكول. ما فيش حاجه اسمها روح البروتوكول. اولا البروتوكول ملوش روح، ده الحاجه الوحيده اللي ما فيش فيها روح. طب قول اللي حصل في الاجتماع. ففي اخر اجتماع اتحاد الكوره وقعد مع لجنه الحكام، كان المسؤول عن الفار السنه اللي فاتت الكابتن مجدي رزق، هو السنه دي كابتن سيد مراد، كان هو الاثنين كابتن مجدي رزق وكابتن سيد مراد. كابتن مجدي رزق على عكس اللي قاله الموسم اللي فات لما لغوا الهدف، قال ان احنا كنا بنعلم الناس غلط. يعني انتوا معترفين ان كان الناس بتعلموها غلط؟ يعني قال كده عشان هو شاف الراجل قدم حاجه جديده يعني، ولا هو لوحده كان عارف ان لا؟ هو كانوا قاعدين في الاجتماع الرابطه والاتحاد، كابتن فاروق هم عارفين يعني هم عارفين ان القرار هم عارفين ان قرار حكمهم اللي اخده السنه اللي فاتت كان غلط. فهو النهارده بيعترف ان هو غلط. اوكي، لما قلنا تاني يوم في الدوري الانجليزي نفس اللعبه في الاستئناف، فاكر اللعبه دي؟ انا فاكرها، احرز هدف. ولما جه يستدعي الفار يستدعي الحكم قال له لا مش لعبتك، مش بتاعتك. انت عندك حاجات محدده فقط، استئناف مش بتاعك. فعندنا هنا ماشي، كان الاستئناف بتاعنا. لما رجع قول لحضرتك الموقف بقى كامل، محمد يعلم كده، لما الحكم لما امين عمر قال له دي مش في البروتوكول، قال له لا ده الكابتن سيد مراد قال لنا نعمل كده، انت ما كنتش موجود في المحاضره. في حاجه كده وفي نفس الوقت بتاع اللعبه
كابتن احنا ان النهارده اللي احنا طالبنا بيه اللي احنا طالبنا بيه الفيفا يطبقه السنه دي ان يذيع اللي بيحصل في اوضه الفار على الجمهور. الناس اعترضت وقال لك لا الفيفا السنه دي هيطبقه بمحادثاته بكله كل ده في كاس العالم هيطبق في كاس العالم الانديه ده هيطبق خلاص. يعني انت مفروض ان انت كمان يعني واحنا كنا بس بنطالب بكده عشان كميه الاعتراضات والشك في ان اللي في الفار بيقول حاجه يعني بس بالمناسبه بس في فرق برضو عشان نوضح في فرق ما بين اللي الفيفا هيطبقه في كاس العالم الانديه وما بين اللي احنا بنعمله هنا او اللي بيعمله كلاتنبرج. اللي بيطلع هنا في الفيديو ده بيطلع بالمونتاج يعني في كلام بيتقطع مش بيطلع كامل لكن الفيفا هيعمل هو تقريبا جلاتنبرج طلعها كذا مره تقريبا بس ما بيطلع الكلام كامل وبيطلع الجزء اللي هو عايزه الجزء اللي هو عايزه عشان بس تبقى الامور واضحه. لكن الفيفا الاتحاد الدولي هيذيع المحادثه بشكل مباشر هتبقى لايف يعني انا وانا بتكلم معاك وقت اللعبه وقت اللعبه لايف يعني احنا بنتكلم كده زي ما الناس سمعانا على الهواء الناس هتسمع اللي بيحصل بس ده ليه الفيفا عمله. ما هو الفيفا ليه فلسفه في ده هو بيتعامل بشفافيه عشان اي لعبه فيها غلط لغط تمام خلاص احنا بنتعامل بشفافيه يا جماعه ومفيش حاجه يقول لك ايه هو قال له ايه ومين قال له ايه المشاكل اللي بتحصل دي فده شغل عارف انا شايفه ده قرار سليم لانه مش هيخبي حاجه ويقطع حاجه دي اهم نقطه. النقطه الثانيه على فكره الاتحاد الدولي من ضمن القرارات اللي طلعت في الاجتماع ده ان هو هيلزم الاتحادات ان هو كمان تاخد العقوبه بالفيديو يعني مش تقرير الحكم بس يعني ما يطلعش حد في اتحاد الكوره يقول لك والله التقرير الحكم مش مكتوب فيه الواقع يعني مش ممكن التقرير ما بقاش موجود الفيديو موجود ده ممكن الحكم ما شافش ممكن ما شافش الواقعه دي ده وارد لكن التصوير او اللايف جاب واقعه في لاعب خالف التعليمات او خالف القانون اداري مدير فني ايا كان كانش موجود قبل كده ده هيلزمه بقى انت لازم تاخد بالبث المباشر بتاع المباراه فدي من ضمن برضو القرارات اللي طلعت. هو في قرارات كتيره طلعت بس وعلى فكره الوقت الضايع هيتم برضو الزام الاتحادات الاهليه بيه اللي هو زي ما كان في كاس العالم يتم تطبيقه بشكل فعلي. كابتن فاروق احنا هو لغايه دلوقتي يعني مصر ما خدوش تعليمات انا بس محمد يعني احنا بنتكلم في اخطاء الاخطاء وارده تمام. انا النهارده انا بقيم اربع شهور او بنقيم خلاص في نهايه الدور الاول هل الاخطاء دي نفس الموسم اللي فات؟ ما هو ده اللي انا عايز اساله لك انت ده شايف ده السؤال اللي احنا دلوقتي التحكيم على ارض الواقع أنا في الوقت انا شايف الموسم انا شايف مثلا انا شايف الموسم اللي احنا فيه ده اقل اخطاء من الموسم اللي فات. هو افضل افضل كمان ليه؟ والله انا كنت بتضايق جدا اشوف لعيب اول ما يتلمس ويقع والحكم يصفر كل خمس دقايق فاول ممكن ما يكونش لازم. لا دلوقتي انت يعني حتى لو في اخطاء في الحته دي مثلا بالذات لان كانت بتضايقني انا لا هو في كور فعلا ما بقتش تتحسب زي ما كانت هو في رئيس لجنه على وجه الارض او في اي اتحاد في العالم يضمن ان ما فيش اخطاء؟ لا طبعا طب لازم في اخطاء انا بس احنا بنتكلم في نسبه الاخطاء دي عايز اوضح نقطه بس عشان تبقى الامور واضحه عشان اللي بيسمعنا كمان يبقى فاهم انا مش ضد كلاتنبرج ولا معاه ولا انا مع الكابتن عصام عبد الفتاح انا بس بحب اتكلم بوضوح ولا كابتن توفيق السيد ولا كابتن توفيق السيد ولا كابتن جمال ولا انا لا مع حد ولا ضد حد. على الكرسي ده بقى كمان بعد كده هو خلاص طالما قعد هنا هيروح اللجنه بس عشان تبقى الامور واضحه انا مع التحكيم لو كلاتنبرج موجود في مصر وبيشتغل ولومه ليه وعليه ما عليه وفي اخطاء طول ما انت بتشتغل طبيعي هيحصل مشاكل. مشكلتك ان هو يقعد قصدك في مصر انا تحفظي الوحيد ان هو مش متواجد بس لكن انا لا مع ولا ضد ولا حد بيقول لي مثلا انا بدعم حد على حساب حد عشان بس تبقى الامور واضحه للناس كلها. هو محمد انت هو جه وانت عارف ان هو متعاقد في اليونان انا اللي عارف انا مش متعاقد معاه اللي متعاقد معاه هو اللي ماشي ماشي انت عارف هو جاي كل الناس تعلم هو كان جاي اشراف ما كانش جاي رئيس هو مسك رئيس لجنه اضطراري يعني انت هنا بتحمل اتحاد الكره المسؤوليه لا كابتن فاروق هو مسك اضطراري لما احنا جينا في اخر الموسم اللي فات هو كان جاي اصلا يعمل فتره معايشه يقعد شهر هو يشوف الحكام من بره كان اتفاق بس الكلام ده كان غير كده خالص يعني ايه اشراف لا كان جاي هو في بدايه الموسم اللي فات لما جه قصدك في الموسم اللي كان فات كان المفروض ان هو هيجي يقعد شهر يقعد يتفرج على الحكام هوب حصل مشاكل هوب يمسك رئيس اللجنه اشتغل يعني الراجل جاي اشتغل على طول. طب بمناسبه كلامك هو طب ايه المشكله يعني هو قال لاتحاد الكوره مؤخرا قال لهم انا خلاص انا مش عايز ابقى رئيس لجنه انا متفق معاكم ان انا مش موجود تمام وهنا على فكره انا مع تحسين في النقطه دي خلاص انا اللي قلت لك انا مش هبقى موجود وانت وافقت
هنا في تحمل مسؤولية عند اتحاد الكورة. انت اللي عملت له العقد بالشكل ده. اوكي. قال لهم انا مش عايز ابقى رئيس اللجنة. قالوا له لا انت رئيس اللجنة. هنا برضو يرجع هنا ترجع المسؤولية عنده. هو الراجل كان جاي كابتن فاروق يحط سياسة للتطوير. يعني الراجل كان جاي يطور. معلش سياسة التطوير ولا سياسة تحمل مسؤولية ما هو قدام ما الرأي العام ده. هو دلوقتي هو الوقت اي كلام بيتقال دلوقتي هو هو الوقت لما جه يتحمل مسؤولية خلاص قال لك لا ده افصل لي بقى اللجنة هات لي لجنة بس خاصة بالدوري الممتاز. وده اللي انا رئيسه. طب هو ده في تحكيم؟ هو الراجل انت الراجل انت جاي له هو جاي تعال فين الدرجه فين الدرجه الثانيه والثالثه هو ما خلاص كابتن فاروق متعين الدرجه الثانيه والثالثه. طب استنى بقى بمناسبه الكلام ده النهارده كان في اجتماع في اتحاد الكوره لجنه بخصوص لجنه الحكام مبدئيا كده طبعا ايه الكابتن ايمن دجيش كان موجود في الاجتماع بنبارك له هو رجع على فكره اللجنه هو ما كانش موجود في التشكيل بس رجع دلوقتي بشكل رسمي بقى موجود كابتن محمد فاروق النهارده كان عامل اجتماع والاجتماع ده كان خاص مسمينها لجنه حكام القسم الثاني انا دي برده حاجه جديده مش فاهمها والكابتن توفيق وكابتن احمد ابو العيله ومارك كلاتنبرج دول لجنه حكام القسم الاول دي برضو جديده انا مش فاهم التناقض في الموضوع يعني احنا عندنا لجنتين الامور ممكن تكون عايزين يقسموها بشكل يكون فيها سيطره اكتر التحكيم مش كده يعني انا النهارده حكام الصف الثاني دول اللي هم في القسم الثاني الكابتن محمد فاروق بيشتغل وهيعمل معسكرات وفي معسكر اول معسكر يوم 25 والراجل هيشتغل طيب انت لما تيجي تطلع له بقى الناس دي النهارده مش في لازم يبقى في تواصل وفي تنسيق ما هو مارك المفروض رئيس اللجنتين يا محمد لا هو قال لهم انا ماليش دعوه لا هو الراجل المسؤول ما هو النهارده كلام لسه فاروق هو قال لهم انا بكلم فاروق بكلمه النهارده بقول له هي اللجنه ضمن الفصل يرد عليك كابتن سمير عثمان يقول لك على جلاتنبرج ده الراجل ده صادق وامين ادوا الفرصه اوكي احنا بنقول لك كابتن فاروق نكمل الموسم نكمل ندي للراجل الفرصه يكمل الموسم ونقيم في نهايه الموسم هل فعلا ده تجربه ناجحه ولا تجربه خلي بالك هو قاعد العقد بتاعه مقعده هو مش هيمشي عشان بس احنا نبقى المراد احنا مش عايزين انا بس يمشي. محمد في نقطه برضه عشان تبقى انت عارف هو لازم تسال الكابتن محمد انا اولا ما اعرفوش شخصيا انا حضرت له مرتين محاضرتين يعني انا ما اعرفش البني ادم شخصيا بس انا بس انت طالما ارتضيت ان انت تخوض تجربه فكملها للنهايه كمل الموسم بعد الموسم نقيم طيب هقول لك حاجه احنا طبعا اي منظومه عشان تنجح لازم يبقى فيه قائد تمام احنا دلوقتي التحكيم المصري بدون قائد والقائد في اليونان زي ما كابتن تحسين قال مش موجود على سبيل المثال عشان اقول لك بس ان في تدخلات بتحصل في لجنه الحكام او في نزاعات داخل اعضاء لجنه الحكام او اللي جوه لجنه الحكام في مباراه مثلا ده الواقع اللي بقول لك عليها دي واقع حصلت من اسبوع او من 10 ايام كان في مباراه في القسم الثاني لجنه حكام القسم الثاني هقول المسميات بتاعتهم يعني انا مش مقتنع بيها يعني عينت مباراه بعد ما تعينت المباراه بيرفعها للاداري اللي هو عشان يبلغ مين يا محمد ما تقول لي اسماء انت ليه انت توهتني لما اتفضل يا كابتن بعد ما رفعوا التعيينه في مباراه الحكم اتشال من الماتش واتشال من على السيستم قبل ما السيستم طبعا خلاص ما يدفعوش الاشتراك بتاعه فبعد ما عمل كده راح متصل بحد من اللي عين قال له انتوا عندكم ماتش واقع عندكم ماتش مش متعين هو اللي شايل الماتش فهم اتنين فاللي اتصل بيه قال له لا انا الماتش ده متعين فاتصل بزميله قال له لا الماتش ده احنا معينينه ورجع حطه تاني على السيستم ورجع تاني بلغ الحكم وهو بيقول له انا متاكد ان انا حطيته الماتش ده ما وقعش مني انا بوريك طب هو فين كلاتنبرج بقى من الايه من النزاعات دي فين اتحاد الكوره من النزاعات دي انا بحكي لك على سبيل المثال لو بنتكلم على الناس بتوعه اللجنه النزاع ده داخلي انا بين اللجنه بين اعضاء اللجنه وبعضها انا النهارده لما يحصل المشاكل دي جوه اللجنه تمام هو مش المفروض بيبقى فيه رئيس وبيحسم النزاعات دي وفي كل واحد ملف وكل واحد ليه اختصاصات انا النهارده انا بكلمك هي منظومه انت بتتكلم هي منظومه كبيره بتكلم في هيكل تنظيمي المفروض كل واحد ومنظومه بتتهاجم بشكل عنيف في وقت ملوقات يعني فانت محتاج انك تنظمها وتطورها من جوه الاول قصدك بالظبط كده انت فهمتني انا النهارده من جوه الهيكل التنظيمي مهلهل انا ما عنديش واحد عنده مهام واضحه يعني النهارده على سبيل المثال كابتن ايمن دجيش رجع اللجنه بشكل رسمي طب اتحاد الكوره ما اعلنش ليه طب انتوا مشيتوه ليه من الاول يعني انتوا من الاول مشيتوه والنهارده بيرجع بناء على ايه مشي وبناء على ايه بيرجع ما احناش فاهمين طب سؤال ليك يا محمد انا فهمتك ان انت بتتكلم ان انت عايز من جوه الامور تبقى فيها خلاص انا لما اعمل الامور من, من 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 تحت لان انت جايب راجل عايز تاخد خبراته مش عشان كره صح ولا كره غلط انت فهمتني اتكلم ان انت عايز تبقى المنظومه والاساسيات
تمشي بشكل صحيح. حتى لو راجل لا مشي بقى انت حطيت الطوب تمام من تحت مظبوط. فانت بتتكلم انت معترض على النقطه دي ان هو مش موجود. بالظبط ده معنى كلامي. لكن انا مش مع شخص ولا ضد شخص, ماليش دعوه. على فكره الكابتن, عشان بس الناس بتقعد تقول لك ايه ده عاوز الكابتن عصام يرجع, الكابتن عصام يرجع او ما يرجعش, انا ماليش دعوه لا انا بتفق معاك. انت ما بتجيب بروفيسور في كره القدم لمنتخب ولا للكره المصريه, انت عايز يبتدي يحط الاساسات الصح عشان تكمل. حتى لو هو مشي فانت حاطط الاساسات. طب خلاص انا فهمتك والناس فهموك. الاخطاء زي متفق مع الكابتن انها قلت عن السنه اللي فاتت؟ لا زادت طبعا. زادت. انت عندك بلاوي برضه. طب قول لي ايه, قول لي انت ايه اللي انت شايف ان الاخطاء زادت في ماتشات, يعني ايه الماتشات اللي ممكن تكون في ذهنك تقول ان ممكن ده من اكتر الماتشات اللي كان المفروض يبقى قليل الاخطاء فيه؟ هروح لك لكلاتنبرج تحديدا. الفيديو اللي بيطلعه تمام, الفيديو اللي بيطلعه هو معاييره مختلفه. ماتش عن ماتش يعني ولا نادي عن نادي؟ معاييره مختلفه. لا ماليش دعوه بالانديه, بتكلم في معاييره في تطبيق القانون وفي تعليماته للحكام من خلال الاونلاين. يعني في لعبه هو بيعمل ايه لما تركز في فيديوهاته كويس قوي, لما الفيديو يتدخل في لعبه, حكم الفيديو يتدخل في لعبه والحكم ياخد بقرار الفيديو حتى لو مش صح, بيقول لك القرار سليم, وتيجي في لعبه تانية نفس القرار ونفس المعيار وتلاقيه القرار مختلف. على فكره الحكام نفسها ما بقتش مقتنعه. هو في الاول بيقول لك كلام من داخل الحكام. جنب الحكام في الاول في القرارات في الاول. لا هو بيقف مع قرار الفيديو. الفيديو تدخل ما عدا قرار واحد هو جه. يعني بيعمل ايه, انت رحت رجعت اللعبه ما خدتش بالقرار الحكم يعني الفيديو, رجعت انت حسبت, يمشي مع القرار اللي اتحسب صح غلط, هو مع القرار اللي اتحسب سواء بقى فيديو او حكم صح. هو انت ايه اللي اتحسب صح والمعايير مختلفه. انت واخد بالك يعني هو عنده اكتر من, على فكره ده من داخل الحكام ما بقوش مقتنعين بكلامه. انا بقول لك حاجه, ده النهارده بتقول لي كلام وترجع تغير كلامك. النهارده مثلا هو بيوقف حكام زي ما كابتن تحسين بيقول, وحكام تانية بتغلط وبيلعبوا. فما فيش حته النهارده يقول لك اصل انا في ثواب وعقاب, لا ما فيش. بس الخطا الكبير اللي تم يا محمد, مش عايز اذكر اسماء طبعا, الحكام كلهم اخواتنا وكل حاجه, بس في اخطاء كبيره تمت الحكام ما لعبش لغايه دلوقتي. زي ماتش بيراميدز مثلا لما كارت احمر ما خرجش بيراميدز. بيراميدز وفيوتشر. كان مين عبد الله ولا كان مين؟ بيراميدز كان عبد الله سعيد لما عبد الله سعيد لما اطرد وفضل في الملعب. ماشي انت بتتكلم ده مش قرار فني, ده احنا بنتكلم ده اخطاء تنفيذ بقى, بس ده بيبقى من الحكم الرابع. احنا بنتكلم ان ده اخطاء. يعني مثلا الزميل لسه ما غيبش من يوم الحكم. طب امين عمر اتوقف ليه؟ هو مبدئيا كده امين ما توقفش بشكل رسمي, بس امين كان عنده مباراه. احنا مش عايزين نسمي اسماء بقى, هتقول في خلاص هو بقى سمى الاسم التساؤل بقى هنا ليه. ما انت بتتكلم على شكله معروف, يعني بنفس موضوع معروف. ما هو معروف ماشي ما توقفش. لا معروف توقف تمام. طب امين ما في عقابه في ايه؟ في عقاب. طب فين محمود عاشور؟ ما بيلعبش ليه؟ محمود عاشور في الجزائر, وقبل ما يسافر الجزائر كان فين؟ فين محمد الحنفي؟ هيلعب بكره محمد الحنفي, بس بعد ايه؟ بعد عناء كبير. هو على فكره عنده مشكله مع الحكام الكبار عشان تبقى عارف. يعني ايه بقى؟ عنده مشكله كبيره جدا معاهم. زي ايه يعني؟ مش عايز يلعبهم. هو اول ما جه حط كده ايه رولز كده, قال لك فوق ال 40 سنه مش معايا. يعني ايه فوق ال 40 سنه مش معاك؟ وبعدين قال لك فوق ال 45 سنه بره القائمه الدوليه. طلعوا الثلاثه رجعوا تاني القائمه الدوليه غصب عنه. طب فين محمود عاشور؟ تمام. محمود عاشور ما بيلعبش على سبيل المثال. محمد الحنفي رجع لعب يعني بعد معاناه كبيره وبعد قعده وبعد جلسه على فكره. بالمناسبه, بس بمناسبه اضاف للتحكيم, هو كان في قعده بينه وبين الحكام, الكلام ده قلته وهقوله تاني. هو قال للحكام, في حكام قعدت تتكلم معاه, قال لهم انا ما اعرفكوش عشان احط قائمه دوليه, انا ما اعرفكوش اساسا. هو ملوش ده, هو كابتن, هو منطقي ان هم ملوش علاقه بالقائمه الدوليه. القائمه الدوليه دي الموسم اللي فات. القائمه دي موجود. القائمه الدوليه دي المفروض الموسم اللي فات اللي بيحطها الناس الموجود. او التقييم اللي هو مفروض دلوقتي محمد, انا لما باجي استلم كراجل بستلم تقييم من اللجنه القديمه. حلو. هي اللجنه القديمه دي اللي تطلع تعلن دلوقتي تقول هو ده الاسماء اللي احنا سلمناها ولا لا. طيب اسمحوا لي نطلع الفصل ونرجع نكمل كلامنا. نطلع الفصل. طيب فصل مكملين مع كابتن محمد صلاح, كابتن تحسين ابو سادات, وكلامنا عن التحكيم المصري حتى الان وتحسنه من عدم تحسنه. واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نزيف النقاط بتعادل سلبي مع أسوان
في المباراة اللي أقيمت بينهم عصر يوم الاثنين على استاد أسوان ضمن مباريات الجولة الخمستاشر من بطولة الدوري الممتاز. كان أسوان هو الأفضل خلال مجريات المباراة تحديداً في الشوط الأول، وأضاع المغربي أحمد بالحاج ضربة جزاء لفريق أسوان في الدقيقة 27 بعد ما نجح محمد فوزي في التصدي ليها، وتحسن أداء الإسماعيلي في الشوط الثاني فهدد مرمى عمرو حسام حارس أسوان في أكتر من فرصة، وبهذه النتيجة ارتفع ترتيب فريق أسوان ل 18 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي لتسع نقاط في المركز الأخير. وبيبحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي بعد اختيار رئيسها وأعضائها من الشخصيات العامة والرياضية القادرين على العطاء بلا حدود ووضع النادي على الطريق الصحيح إدارياً وفنياً لحين الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس شرعي في شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير ممكن خلفاً للمستقيل يحيى الكومي. وبينتظر أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي بفارغ الصبر إعلان وزير الشباب والرياضة عن تشكيل اللجنة المؤقتة عشان تتعامل مع الملفات الشائكة بحلول سريعة، لعل أبرزها استقدام لاعبين جدد قبل غلق باب القيد الشتوي نهاية يناير الحالي. طيب هنكمل مع حضراتكم كابتن محمد صلاح الفتاح، كابتن تحسين ابو سادات، وكلامنا عن الدوري المصري. في بعض الحالات بس انا عايزكم نتكلم عليها. كابتن احمد ايوب كان معايا في المداخله، وبما ان انتم موجودين ففرصه ماشي. الراجل ان هو شايف ان هو يعني اتظلم النهارده في ضربه الجزاء اللي اتحسبت عليه النهارده وفاز بيها نادي الاتحاد 1-0. اوكي معاك ويا معانا الصوره معاهم. طيب معلش بقولنا يا جماعه رايكم فيها ايه، وهل قانونا يعني مظبوط اللي تم ان تتحسب بانها ضربه جزاء؟ بص طبعا انت شايف الكره خلاص هي اتلعبت، على فكره اللاعب الاخضر ده هو مهاجم ولاعب الكره بالفعل، ولكن بص هتلاقي اللاعب المدافع اصلا ما راحش لعب على الكوره، خدمه الكوره اصلا في اللقطه الصوره دي كوره، انا بقول ما فيش كوره، هو راح اتلعبت خلاص اتلعبت، هو رايح بقى على اللعيب، هو اللي مكمل، هو اللي يتحمل نتيجه خطا. فطبعا ركله الجزاء صحيحه وتدخل حكم الفيديو على فكره صحيح، مصطفى مدحت تدخل بشكل سليم. بس عشان اقول للكابتن ايوب انا سمعته معاك في المداخله، هو الكابتن ايوب يعني بيوضح فكره ان اللعيب الكره تلعب بالرجل صح، تمام، وان اللعيب لما بينزل بدماغه ده احنا عارفينه كل ان هي نزوله في دماغه ده خطر عليه، بس مش ده المستوى اللي احنا بنتكلم فيه. كابتن فاروق الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لو اللعيب مشترك معاه من البدايه، لو الاثنين بيحاولوا على الكره، اما اللعيب الاحمر ما عندوش فرصه يلعب كره اصلا، الكره بتاعت الاخضر اقرب يعني اقرب ايه، ده هو كمل بعد ما الكره اتلعبت، الخطا تم بعد ما الكره خرجت. بقول لك بص يعني الكره فين، شوف الكره فين، الكره عدت اتلعبت، انت ممكن تلف ولو انت يعني وراكوا افضل وراك يا كابتن محمد يعني بص يا كابتن الكره خلاص هنا، انت رايح تعمل ايه هنا يعني خلاص اللاعب الاحمر بيعمل ايه، اللي بالك الفتره الزمنيه دي مهمه، هو خلاص الكره لعبت وعدت اهي، بص هتلاقيها عدت، فطبعا هو بتاخد جزء من الثانيه، بس انا مش منطقي ان انا مش لاعب الكوره، مش منطقي ان انا هطلع برجلي وعلى فكره هو ما نزلش براسه زي ما كابتن لا كمان انا من حق انزل، ما فيش معايا منافس، انا من حق انزل، لو هنزل على الارض بدماغي وما فيش منافس في بدايه اللعبه، ما كانش في الاحمر ده ما كانش موجود في الصوره، ما كانش موجود في المنافسه، تهور يعني خلاص، انت الراجل انت اللي خطرت وانت اللي تحمل نتيجه خطا، ضربه جزاء صحيح. طيب انا اللاعب الاحمر ده رايح يعمل ايه؟ لا ممكن يتنافس معاه براسه يعني وارد، لكن انت تطلع بقدمك بالشكل ده على جسم اللاعب، على فكره هو راح كمان لجسم اللاعب مباشره، ما حاولش يلعب كوره، لما تشوف اللاعب مفيش كوره اصلا، هو مفيش كوره، انا بقول لك هو ما حاولش اصلا يلعب كوره، ده تهور، ده كان اخذ انذار ولا كان، انا برضو ما خد انذار، نادر عمر الدوله رجع اداله انذار، بيستاهل انذار يعني انذار في لاعب تاني موجودين موجوده معاكم ولا هي دي بس النهارده؟ في لعبه النهارده كانت بصراحه كانت لعبه صعبه جدا، كانت مباراه سيراميكا والجيش واللعبه دي بقى تحديدا، بص طبعا على فكره اللعبه على المساعد صعبه، بس هو مبدئيا كريم كان واقف بشكل خاطئ تمام يعني، بس لما هنشوف التسلل هتلاقي التسلل بص بجزء من القدم والكتف، بص جزء بسيط، حاله دقيقه جدا انا بصراحه بحيي فيها خالد الغندور، هي اتحسبت اوفسايد
بتدخل من حكم الفيديو اللي هو أني واحد بقى. بص هتلاقي المهاجم ابيض، بص القدم، بص الكتف الابيض، انا الكتف الابيض جزء من الجسم يعني، والقدم سيكا بجزء يعني. بص بس مبدئيا المساعد على فكره دي من الالعاب الصعبه يعني طبعا. المساعد، لكن تدخل حكم الفيديو بالشكل ده وبالدقه دي انا بصراحه بحيي خالد جبار. طيب انا راجل كلاتنبرج اهو 100 100 وزي الفل اهو. مال كلاتنبرج ومال الكلام ده؟ الله، ده المساعد بتاعه اللي مش موجود. مش النجاح برضه بينسب للراجل اللي فوق؟ لا ما انت عندك تفاوت الاخطاء بس اللي بتنسب، مش عارف تنسب ليه بس الاخطاء. لا انا بكلمك في حكم الفيديو اللي بقول الراجل عمل حاجه كويسه. طيب ما هو بيعمل حاجه كويسه، منظومه كامله يا محمد. طب ماشي، الراجل عمل حاجه كويسه، كلاتنبرج حلوه دي كويسه كويسه. طيب عايز اسالكم على الماتشات اللي فاتت، يعني ماتش اهلي وزمالك برايكم في الحكم الاجنبي؟ يعني الراجل ده حكم ماتش السعوديه تقريبا والارجنتين الصراحه انا ما حسيتش باي مشاكل في الماتش الصراحه. ده ما كانش في مشاكل كبيره في الماتش، يعني مش شفناش مشاكل كبيره في الماتش. وبعدين انا بشوف تحركاته وبعدين برضو بص يا كابتن فاروق، لو هو بنتكلم على حكام، هو جايب الحكام ده علاقات شخصيه منه. بمعنى ان هو يجيب حكام من، احنا جينا في فتره كان قال لك لا ما فيش حكام صفوه موجودين في اوروبا ممكن يجوا. يعني ايه علاقات شخصيه؟ يعني هم اصدقاء. ايه طب وده صح؟ لا انت بتتكلم عاوز حكم صفوه صح؟ هو ده صفوه؟ امال ده حكم كاس عالم، ده لاعب نهائي يورو. لا لا خليك بص، ده بقى محمد، لا خليك بص، ده الراجل ده مش بيحكم، الراجل ده مش هيلعب نهائي يورو ارجنتين والسعوديه، مش هيلعب نهائي. انا بس عايز اوصل معاه الجزئيه يا كابتن فاروق، مش هيلعب نهائي اليورو وهو مش صفوه يعني. يعني معلش ماشي اوكي، انا بس ليا تعقيب على كلمه صحابه او علاقات شخصيه. يعني انت فتره من الفترات يا محمد لما حصلت مشاكل وقلنا نجيب من الدوريات الكبرى، قلت ما فيش حد من الدوريات الكبرى فاضي. مين قال لك كده؟ ما اعرفش المسؤول ساعتها، ما اعرفش بقى مين كان المسؤول ساعتها وقال لك انا ما اقدرش اجيب من الدوريات الكبرى. طب بمناسبه الحكام على فكره، خمس دوريات كبرى وما جاش فعلا. طب بمناسبه الحكام الاجانب، على فكره احنا حكامنا بتطلب بره. يعني النهارده امين عمر رايح مباراه حرية كناكري وسيمبا التنزاني. انت بتتكلم محمد، بدي الناس حقها برضو. ماشي ماشي على دماغك، بس انت بتتكلم في دوري الابطال، انت بتتكلم على مباراه اهلي وزمالك. طيب يعني انا بس عايز اقول لك الحكام برضو كويسين، ما انا عايز اروح للنقطه. ماشي احنا ما قلنا يا كابتن فاروق، انا هروح للنقطه كلام محمد بس عشان قبل ما نخرج منه، عشان بس ما ايه، انا مقتنع بامكانيات الحكم المصري. ايوه وعندنا حكام كويسه جدا، بس انت بتتكلم هل انت كنت تقدر النهارده ماتش الاهلي والزمالك اللي فات ده يلعب حكم مصري؟ انت لعبت ماتش الاهلي والزمالك انهي واحد؟ انا بتكلم دلوقتي الماتش اللي اتلعب من انت لعبت انهي واحد؟ انهي ماتش؟ انا لعبت 2014 السوبر مع مين؟ محمد فاروق. وكان مين مساعد كمان معاك؟ كان معانا شريف صلاح. تمام، طقم مصري. طقم مصري خلص من غير مشاكل، معانا واحد لعب اهلي وزمالك طقم مصري، كان في مشاكل؟ ما كانش في مشاكل، انتهى ركلات جزاء بعديها والاهلي كسب ركلات الجزاء. في اللجنه الثلاثيه في وقت المهندس احمد مجاهد هو اللي خد قرار هنلعب بالحكم المصري. كورونا ده كان تقريبا، بس بعديها كان عندنا امكانيه للصفقه، لعبنا ثلاث مباريات. السؤال يا كابتن فاروق ما زلت مصر عليه، انت كنت تقدر تلعب يعني انت لعبت ماتش اهلي وزمالك ومع الحكم الاجنبي؟ انا بس بسالك سؤال، انت الفرقتين مش متقبلين حكم مصري في الوقت الحالي، كنت تقدر تلعب بحكم يعني مصري؟ يعني مش متقبلين. طب المهندس احمد مجاهد خد القرار وما كانش حد، بس خد اللائحه هنا من بدايه الموسم رابطه الانديه قالت لك لو انتوا عايزين حكام اجانب ماشي مفيش مشكله، بس ده المهندس احمد مجاهد في الوقت ده لما قال لك هنلعب. انت ما عندكش مشكله، انت عندك قرار اتحاد كوره ان الاهلي والزمالك حكام اجانب من قبل الموسم يبدا. فين القرار ده؟ الناس قالوا كده. طب ما هم جيت لعب لك طب ما المهندس احمد مجاهد لما كان موجود وقال لك هنلعب بحكام مصريين، اللي كان خايف يلعب حكام مصريين كان الكابتن وجيه احمد. طيب انت مش الانديه. طب بعد اذن حضرتك يا محمد انا بس سؤال، هو مارك حصل ولا ما حصلش؟ هو مارك اللي ادى القرار ولا اتحاد الكره اللي قال ان انا مالي ومال مارك دلوقتي؟ انا بتكلم في الحكم المصري اللي ادار مباراه في الاهلي والزمالك ومباراه عدت من غير مشاكل. محمود البنا بالترتيب هنقولهم تاني، محمود البنا، امين عمر، محمد عادل. تمام، الثلاث حكام دول حكام مصريين واداروا ثلاثه قمه، وانت واحد ادارت من مباراه القمه وخلصت المباريات وانتهت من غير مشاكل. يعني انت بتجيب تحكيم اجنبي وجايب خبير اجنبي، طب نخليها اجانب بقى. بس هو بيتكلم في منطق ان لو جبت قلت يعني حكم مصري في الوقت الحالي كانت هتبقى فيه صعوبه. طب ما احنا على فكره الحياة، احنا بنقول اسماء لسه رجليهم في الملعب. المباريات دي كانت قريبه. اوكي محمد، انت في موسم وجهه نظري، انت في موسم وصلنا ل 32 طقم اجنبي. طب انت حد هاجمك بعد ما خلصت ماتش الاهلي والزمالك؟ عشان كانوا عاملين ماتش كويس ناس، لكن لو في غلطه مش هندخل بيوت. بس اخد بس المداخله دي، كابتننا الكبير كابتن سيد بازوكا نجم نادي الاسماعيلي السابق وحال الاسماعيلي يعني في الوقت الحالي ما يسروناش جميعا يعني الحقيقه، واحنا ما زلنا مستمرين في دعمه كاحد الانديه الشعبيه الكبيره في مصر والكره المصريه،
واحد الانديه اللي يمكن افضل يعني هو النادي الاول في مصر اللي حصل على بطوله افريقيا، وبالتالي تاريخ طويل لنادي الاسماعيلي. حاله في الوقت اللي احنا شايفينه صعب جدا. التعادل النهارده 0-0 بيبقي نادي الاسماعيلي في المركز الاخير، وبالتالي طبعا نتمنى له ان هو يخرج من هذه الكبوه ان شاء الله في الفتره الجايه. كابتن سيد تحياتي ليه. كابتن محمد مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا بك. اسمح لي قبل ما اتكلم على الاسماعيلي، اذا كنت عاوزين التحكيم يبقى كويس نلغي فتره المحللين. تمام. مين يروح يا كابتن؟ لا مش المحللين ما بعد الماتش، يعني بعد الماتش، بعد الماتش بعد المباراه المحللين اللي هم بيختلفوا، رؤساء اللجنه بيختلفوا على ضربه جزاء، بيختلفوا على اوفسايد، وبيختلفوا على فاول. المفروض انت رئيس لجنه، يعني انت اللي بتدير، انت التوب، يعني المفروض تقول لما تشوف الكوره بنالتي تقول بنالتي، مش بنالتي ما تقولش بنالتي، انما بتطلع تحلل وبيختلفوا، فدي لازم تلغي الفتره دي. بس هم مش مسؤولين دلوقتي يا كابتن، خلي بالك هم. نعم. هم مش مسؤولين دلوقتي موجودين. لا لا مش قصدي، مش قصدي هم الناس خلاص بره المسؤوليه. بالعكس انا اتمنى اتمنى يبقى رئيس لجنه الحكام مصري. اتمنى كمان انه رئيس لجنه الحكام عشان يحمي الحكام. حكامنا ما زالوا بخير الحمد لله محمد. هم في خوف، يعني ناس بتشتموا وبتهاجموا من اي حد ومن كل حد. فالمفروض الناس دول يبقوا محميين. محميين عشان ما يغلطوش، انما طول ما هم مش محميين بيغلطوا. كنت سيد كان عندكم في الاتحاد على طول، ويعني بس هو بيقول كلام، انا بصراحه هو بيقول كلام محترم. انا مع الكلام ده طبعا، ورايه محترم ان الحكام فعلا لازم يبقى لها حمايه. الحمايه بدرت برضه، ما هو الحكم والحمايه الشرعيه واتحاد الكوره اللي بيحميهم ما يخافش، اذا كان باخد مرتب ولا كان على مركز ولا او قاعد على الكرسي ولا حاجه، يعني يحمي الناس، يحمي الناس بكل امانه ويدي كل واحد حقه. صحيح. والمخطئ يا جماعه يتعلن عليه انه اخطا، مش عيب. صحيح يا كابتن. ما في المدرب بيخطا بيبقى وحش بيتشال في ساعتها، او بيطلع الناس يقولوا له انت وحش، انت النهارده كنت ما كنتش كويس، انت النهارده الكراسي الموسيقيه شغاله في المدربين. يعني النهارده مش عارف يمكن السابع ولا الثامن ايهاب جلال. اللي افاركو يا كابتن؟ فاركو. فاركو دلوقتي في مركز 13. لا 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 مش المراكز يا كابتن محمد، اللي اتشال، يعني المدربين اللي اتشالوا. اللي اتشال. يعني دلوقتي في الاتشال. يعني بكره لو سموحه اتغلب هتلاقي طار العش بره. يعني النهارده كان بيكسب اللي من امبي وفاركو، كان اي واحد مش بتاع فرد، يعني برضه طلع تيزو. طيب. برضه على المحك برضه. عايز اخد رايك في الاسماعيلي يا كابتن، انت مش عايز تتكلم على الاسماعيلي ولا ايه؟ الاسماعيلي المفروض الاول يعينوا لجنه عشان تدير النادي، عشان تقدر تشوف اللعيبه اللي هيمشوا واللعيبه اللي هيعودوا او تجيب لعيبه. انما طول ما سايبينها كده ما اعرفش ليه، يعني لمصلحه مين؟ يعني المفروض يتحط قرار انه في لجنه تدير نادي الاسماعيلي، الموجودين دول يقول لهم انتوا اللي هتديروا النادي، كلنا هنساعدهم. انما دلوقتي هتروح تقول لي مين انا عاوز اساعد؟ يعني دلوقتي هتروح لمين تقول له انا عاوز اساعد النادي؟ مفيش حد في ايده قرار. انما لما يبقى في لجنه تقدر تروح اللجنه تقول لهم انا مستعد اساعد، انا تحت امركم وتامروني اعمل ايه؟ انما دلوقتي مفيش حد. لا مدي فرصه للناس اللي موجوده يبقوا اصحاب قرار، ولا هتجيب لجنه يبقوا اصحاب قرار. وبعدين احنا العيب فينا بقى، كله عاوز يشتغل، العيب كله عاوز يشتغل، كله بدور تليفونات ومش تليفونات، مواقع تكتب ورشحه، فالناس مش خايفه على النادي، ناس مش خايفه على النادي، نقول لهم اهدوا شويه، النادي بخير ومهما يحصل النادي مش هيجرى له حاجه باذن الله تعالى. النتائج اللي موجوده يا كابتن، ما برضه انا عارف النتائج، بس احنا عندنا يعني محمد النهارده انت مش عارف تكسب خالص، انت مش عارف ما انا عارف، انا احنا عندنا اقسم بالله ما مجامله، عندنا احسن جمهور يحرك الحجر، بس الناس تدوم فرصه يخلونا نشم نفسنا، احنا مش عارفين نشم نفسنا. انت كل يوم مش عارف تتكلم مين في النادي. وبعدين النهارده لما اشيل المجلس يبقى انا قاعد مع ناس ما حضرناش، وبعدين كل مجلس بيجي بيخرج سليم، كله يجي يخرب النادي ويمشي، يخرب النادي لا، المفروض في محاسبه، كل اللي مس النادي يتحاسب. كابتن ما زالت الازمات بعيد عن بقى النتائج كمان بتلاحظ نادي الاسماعيلي، منها ان يعني احنا بنتكلم الاتحاد المصري بعد جواب خاص بوقف القيد ونقل المباريات او نقل خمس مباريات خارج ما يعني ملعب نادي الاسماعيلي،
انا محمد يعني حتى لو انت قدمت استئناف لكن برضو دي عقوبة هتبقى موجودة في وقت من الاوقات. ايوه هي عقوبة هتيجي العقوبة لان بس انت في استئناف، الاستئناف على الاقل خد له 15 يوم تلحق قبل ما الشهر يقفل تمشي اثنين ثلاثة تجيب خمسة تمشي خمسة تجيب اثنين تجيب الفلوس يعني وتدفع يعني تدفع سابق. وانت النادي ان واللي هيجي مش هيخسر ومش هيدفع بس هم محسسين انه هيجي هيدفع له 50-60 مليون او انطى هم فاهمين كده عشان كله بيهرب. لا اللي هيجي مش هيدفع لانه في قرض جاي للنادي في قرض جاي للنادي يعني اللي هيجي اللي هيدفع ومش عاوزين كل اللي عاوز يجي عاوز يشتغل يعني عاوزين كل يجي يخدم النادي. كابتن احمد حسام ميدو كابتن يعني شايفه في الوقت الحالي احمد يعني حسام ميدو دوره انا بشكره طبعا انه ضحى ولعب قمار وحظه السيء انه مش مساعداه ما لقاش حد يكلمه حظه السيء انه ما لقاش حد يقف جنبه خدت بالك وبعد فضل على كده ما لحال ميدو مش هيكمل لا هو هيكمل ولا حد هيسيبه يكمل يعني لحد اللي هو هيكمل بنفسه ولا حد هيسيبه لان الله يكون في عونه جاء على خرابه الله يكون في عون جماهير الاسماعيلي يا كابتن قبل اي شيء صراحه يعني الله يكون في عون جماهير الاسماعيلي جماهير فناديها كيف شفت النهارده يعني بتظهر مننا صعبه بالنسبه له يعني ما تشوف اللي مات الله يرحمه احسن ايمن ده عنده اولاد ما تشوف الناس بتصحبته بيسافروا في اوتوبيسات يا محمد وفي الارض يروحوا اسوان وما فيش فنادق يباتوا فيها اللي بنات في العربيه واللي بنام على المحطه يعني ما بهدله كل ده عشان خاطر النادي صحيح يا كابتن الناس دول طبعا الله يكون في عونهم الله يكون في عونهم طبعا غير الناس اللي قاعده على الكراسي اللي هي مستنيه الفرصه لازم يبقى محمد في لجنه اللجنه يجيبوا لنا لجنه يقولوا اي حد يجيبوه يجيبوا لجنه من اي حد وعندنا ناس نضاف كتير في النادي تمام انا مش عايز اقول اسماء عشان ما حدش يزعل بس تمام يا كابتن عندنا تمام. ناس كتير اكيد في النادي الاسماعيلي عنده ابناء يعني محترمين وناس يقدروا يديروا النادي في التوقيت ده بشكل صحيح عنده مخلصين وعنده شخصيات عامه كويسه عشان نعرف نتعامل معاها صحيح يا كابتن سيد انا بشكرك كابتننا الكبير كابتن سيد بازوكا واحد من نجوم نادي الاسماعيلي السابقين في حاجه خاصه بالتحكيم يعني كنتوا عايزين تتكلموا فيها قبل ما اروح لفقره نمبر 1 عايز اقول لك حاجه بس عشان نلخص كل الكلام والناس تبقى عارفه احنا بنتكلم في ايه احنا لا مع كلاتنبرج ولا ضده احنا مع اي حد يشتغل مع التحكيم المصري لصالحه اجنبي بقى مصري ولكن السؤال الاخير عشان بس يبقى كلامنا واضح اللي بيتقاضاه كلاتنبرج هل يتناسب مع ما يقدمه مجهوده قصدي مع مجهوده اعتقد ان هو ما بيقدمش شيء اصلا عشان بس ملخص الكلام لكن لشخصه كل احترام لي اتمنى ان يبقى في لجنه تطوير والناس فعلا تشتغل عملي اكتر لان احنا عندنا مشاكل في الفار والناس في التدريب بتاعها قلنا الفتره اللي فاتت كان قليل فمفروض ان هم يبقى فيهم معسكرات وفي تدريب عملي على الفار في وده مش موجود دلوقتي كده وده مش موجود واتمنى برضو ان هو ان مارك ينزل مع حكام الملعب في النهايه لا بص يا محمد احنا بنتكلم في حاجات انت لما تيجي تتكلم كلم في ايجابيات وبعدين نقول السلبيات بتاعته ان احنا المفروض ان يبقى في معسكرات زياده والنهارده وانا بكلم الكابتن محمد فاروق بقول له انتوا من فتره كبيره ما عملتوش معسكرات قال لي يوم 25 عامل ثلاث معسكرات عاملين معسكرات في اسكندريه فعلا وده اللي احنا بنتكلم فيه ما هو كابتن برضو ثلاث معسكرات حكام اخذوا فلوسهم لا على فكره اللي بياخدوا فلوسهم بس حكام الدوري الممتاز القسم الثاني القسم الثالث القسم الرابع ماتشات الناشئين في الجمهوريه اتحاد الكوره ما بيصرف لهمش اي حاجه خالص عشان تبقى الامور واضحه لا ما هو دي برضه من السلبيه بص يا كابتن فاروق احنا بنتكلم برضه من ضمن السلبيه احنا ما قلناش احنا مش هنيجي نقول مثلا ازاي هتدي هتطلب من الحكم ازاي انه يعمل شغل وهو شايف رئيس اللجنه بياخد 40,000 دولار وانا بروح واصرف على التحكيم وما باخدش حقي ازاي عايز تطور المنظومه ده بالعقل كده حاجه بالعقل ماشي ما احنا بنقول محمد احنا بنتكلم في تطوير انت طول عمرك تطوير ايه ادي الناس حقهم وبعدين اطلب منهم حقك ماشي حبيبي ايه ده بس ما تاخدش انا هادي انا مش انا احنا طول عمرنا بتاخد فلوسك واحنا حكام اوكي كان نفس السيستم ده شغال بس كنت بتاخد فلوسك ماشي كنا بناخد فلوسنا مش ده سبب ان انت تقول لي الماتشات بتبوظ عشان هو ما بياخدش فلوس لا انا ما قلتش ماتشات بتبوظ عشان كده لا هو ده دي قصه ثانيه ده موضوع ثاني وضميره شغال احنا لغاية ما بطلنا ما كانش في اليه لصرف الفلوس كابتن احنا بندور على الافضل ماشي ما انا بتكلم على الاحسن مش ضد الكلام ده انا اتمنى ان الحكم يعني انت مبسوط ان الحكام ما تاخدش انا اقول لحضرتك ثانيه واحده بعد اذنك طب عشان وقتي بس طب ماشي انا بس بمناسبه كلامك
اللجنه الثلاثيه ما كانتش موجوده من بعيد. المهندس احمد مجاهد كان واحنا موجودين، انا كنت حكم وكابتن تحسين كان حكم، كنا بناخد فلوسنا كل اول شهر على كل المستويات وكل الدوريات، ما كانش في جنيه بيتاخر. طب ايه الفرق بقى هنا؟ الله اعلم. الاجابه عندهم. عندك حاجه عايز تقولها كابتن تاني؟ لا ما عنديش حاجه عاوز اقولها. انا عاوز اقول انا بتمنى التوفيق للتحكيم المصري وكل اللي موجودين دول اخواتنا. طب. واحنا صدقني بنبقى نتفرج واحنا قاعدين نتفرج على الماتشات، ما بنتفرجش على بنتفرج على التحكيم، وبنتمنى له التوفيق دايما واشوفهم ان شاء الله في احسن بطولات. في طيب عندي فقره نمبر 1 يا كابتن هاخدها معاكم، هبتديها بافضل حكم الموسم ده. هل هو من وجهه نظركم يعني كابتن محمد عادل، كابتن نادر قمر الدوله، ولا كابتن محمود البن، كابتن محمد صلاح؟ انا بصراحه محتار ما بين محمد عادل والبنا. اختار واحد بقى، انت عارف واحد السيستم. طيب ناخد محمد عادل بقى لان هو دلوقتي في بطوله افريقيا المحليين، فاتمنى له. انا هاخد انا طبعا الاثنين بالنسبه لي الاثنين واحد، انا محمود البنا ومحمد عادل نمبر 1. ماشي خلاص، كاسه من النص انت ماشي. افضل حكم مساعد الموسم ده كابتن سامي هليل، هل كابتن سامي هلال، كابتن يوسف البساطي، كابتن احمد حسام. طب وفين محمود ابو الرجال؟ لا احنا الثلاثه الموجودين ابو الرجال كده كده، ده نجم، ده راجل راح كاس عالم. الثلاثه الموجودين انا احمد حسام. احمد حسام طه. طيب افضل حكم في تاريخ الدوري المصري كابتن محمود عثمان، كابتن جمال غندور، كابتن عصام فتاح. ومحدش يقول لي انت جايب ثلاثه يعني عظام، لا اختار واحد، كلهم عظام. انا طبعا كابتن محمود عثمان ده ابويا، ده الله يرحمه. انما احسن حكم في الدوري المصري كابتن جمال غندور. كابتن جمال غندور. كابتن كابتن محمود عثمان طبعا، ده يعني طبعا ولا خلاف، لكن كابتن جمال طبعا على فكره يعني ما حدش هيزعل. كابتن جمال. طيب افضل رئيس لجنه الحكام كابتن محمد حسام، كابتن جمال غندور، كابتن عصام فتاح. بامان كابتن جمال غندور. كابتن جمال غندور. كابتن جمال غندور. افضل حكم افريقي جوميز ولا بكاري جسامة ولا تسامة؟ جوميز في نفس واحد. تمام. أفضل حكم عربي رضوان جيد ولا رضوان جيد ولا مصطفى غربال ولا عبد الرحمن الجاسم؟ غربال أحسن. عبد الرحمن الجاسم. عبد الرحمن الجاسم. ماشي. أفضل حكم في العالم بقى دلوقتي. ماشي. أوليفر ولا لاهوز ولا مارتشينياك؟ أوليفر أحسن حكم في العالم. أنا هروح لمايكل أوليفر. تمام. اختلفناش كتير. لا عشان انت انتمائك، بس عشان انت اللي مكتشف عبد الرحمن الجاسم فكان انتمائك، انما مصطفى غربال احسن. غربال برضه كويس. هم احنا متفقين انه ثلاثه بيبقوا كويسين. وعبد الرحمن الجاسم ده اخويا الصغير، هو حكم كويس، بس حاليا مصطفى هو احسن. كابتن تحسين انا بشكر حضرتك. احنا متشكرين جدا. كابتن محمد نور شرفنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن فاروق، انت دايما منور حبيبي. نشوفك تاني يا كابتن تحسين ان شاء الله. هيروح اللجنه، هيروح اللجنه اللي بيقعد هنا، بيروح اللجنه المره الجايه بقى. هيروح الكابتن توفيق. ان شاء الله هنكون معاكم بكره في البريمو، يعني تحديد المباريات غدا ان شاء الله في بدايه او يعني نهايه الاسبوع ال15 من خلال لقاءات فيوتشر والمصري وغزل المحله والزمالك والاهلي والبنك الاهلي، واخيرا هيكون سموحه وبيراميدز، هيكون في نفس التوقيت مباراه الاهلي والبنك الاهلي. هنكون معاكم يعني من خلال نجومنا وتحليل هذه اللقاءات. اسبوع على خير.